همام البلوي أبو دجانة الخراساني دخل خست تحت عين الأمريكان، ولأنهم كانوا بيثقوا فيه احتفلوا بعيد ميلاده يوم 25 ديسمبر. العملية دي كانت انتقام لقتل أميرهم بيت الله محسود، وبعدها هيحصل تنقلات كتيرة وترقيات هناك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه، أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخلطني فيه غيرك، وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتي. الموضوع مهم وانت اكتر واحد في الدنيا تعرفه. كنت يا فندم عدد سنين بقى. ما احنا عايزين نعرف بقى وعملت ايه فينا السنين. جبار يا اخي، بالك الحمد لله. فعلا يا فندم، ما هو الشغل لما يتعمل بحب بيطلع حلو. تمام يا فندم. تتوالى التفجيرات في انحاء العالم، وما زال الوعد قائما بالتفجير الاعلامي الاهم، وهو استضافتي أحد قادة تنظيمات القاعدة والذي لن أكشف لكم اسمه. لقد كانت رحلة شاقة حتى نصل إليهم ونتحاور مع عقولهم، تلك العقول التي تحمل الكثير. فإلى ماذا تطمح تلك العقول؟ أي عقيدة تحركها؟ وإلى أين ستمتد تفجيراتها هذه المرة؟ لقد طالت تلك التفجيرات في 11 من سبتمبر عقر دار القوة الأعظم في العالم، فما هي خطوتها التالية؟ وإلى أي دار ستقترب؟ ذلك هو تفجيرنا القادم في برنامجكم صانع الحدث. كان معكم يفكر ويسأل طارق كساب. صور حبيبتي، أنا ساعات بحقد على الواد ابني، أنا عمري في حياتي ما طولت شعري. فاضل ميعاد وهتسافر؟ مش هقول لك انا. معلش كل مره انسى واسالك عادي. ولا يا ابن حبيبتي، انسي براحتك وانا دايما افكرك. طب هتقعد كام يوم؟ ماشي، احضر الشنطه وانا ساكته. لا لا براحتك، اتكلم براحتك يا حبيبتي، اتكلم. اتكلم براحتي ازاي من غير اسئله؟ هي الواحده بتتجوز ليه غير عشان كل شويه تفضل تسال جوزها رايح فين؟ جاي منين؟ هتيجي امتى؟ منطق برضه. لا ممكن تسألي حاجات تانية أو تقولي حاجات تانية، مثلا هتوحشني، بحبك، حاجات كده. خلي بالك من نفسك. أنت كمان خلي بالك من نفسك ومن الولاد. رايح فين بقى؟ تاني لا شموك. أنت من شموك يا ماما، أنت من شموك. Thank you.
ويبدو أن الإرهاب الديني يتطور تطور مذهل مع الثورة التكنولوجية التي أحدثتها العولمة لتصبح الحرب الجديدة حرباً متعددة الأطراف والرؤوس. شكراً 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 جزيلاً. الحقيقة أنا كان نفسي التسقيف ده والحفاوة بفيلمي تكون في بلدي اللي هي أهم وأغلى من أي مكان في الدنيا. معلش اعذروني أنا ما بعرفش أتكلم كويس والدنيا بتبوظ مني، بس تمام، عايز بس أقول كلمتين كده عشان أقدر أرتب أفكاري. أنا مخرج مصري عربي مسلم، الحقيقة إن مسلم دي مهمة قوي بالنسبة لي وفخور بيها كمان. جايز أنا عامل فيلم عن الإرهاب وعلاقته بالإسلام السياسي، لكن ده مجرد نقد لسلوك خاطئ وتفسير غير صحيح لدين أنا بعتنقه وبحبه. يعني أنا مش مجرد طفل اتولد في أسرة مسلمة ولقى نفسه مسلم وخلاص، لا، الحقيقة أنا لما كبرت قريت وسألت وعرفت واخترت إني أكون مسلم. تفضل. أستاذ خالد، لماذا لم يتم عرض الفيلم في بلدي؟ والحقيقة أنا حاولت بس ما قدرتش يعني، وما عنديش أسباب واضحة، لكن ربنا يسهل يعني إن شاء الله قريب أقدر أعرضه هناك. طيب الجزء الخاص بشكري مصطفى والشيخ الذهبي، لماذا أخذ كل هذه المساحة من الفيلم؟ هو سؤال ذكي وحلو الحقيقة، هو ممكن يبقى سبب شخصي شوية، بس هو ده السبب اللي خلاني أعمل الفيلم أصلاً. يوم حادثة قتل الشيخ الذهبي كان أول يوم ليا أوصل فيه القاهرة أنا وأسرتي. كنا جايين من الصعيد جنوب مصر يعني، والحقيقة أنا فاكر اليوم ده كويس. كان يوم 7 شهر 7 سنة 1977، والحقيقة أنا كان عندي ساعتها مثلاً 8 أو 9 سنين، وكانت بتبهرني أضواء القاهرة. خبر إيه؟ هو إيه اللي حصل؟ الشيخ الذهبي اتقتل. الشيخ الذهبي اتقتل؟ استغربت قوي من الجملة، شيخ واتقتل؟ طب مين يقتل شيخ؟ عرفت بعدها إن اللي قتلوا ناس تانية، وإن الناس التانية دي متدينين. زادت اللخبطة أكتر، متدينين وبيقتلوا شيخ؟ طب إزاي؟ وفضلت الفكرة المحيرة دي جوايا لحد ما عملت الفيلم. أنا حابب أهدي الفيلم ده لروح والدي الحاج عبد الرحمن عمدة الصعيد، وحابب كمان أهديه لروح والدتي الحاجة أنوار ست الستات، وأنا حاسس إن هما شايفيني دلوقتي. أنا حاسس إن في أرواح جميلة بتطل علينا دلوقتي وبتقولي مبروك. شكراً شكراً شكراً. طارق بيتك حلو قوي على فكرة، والصحافة والتلفزيون بيكسبوا قوي كده. صحافة ايه يا ابني؟ لا طبعاً، ده اللي بيكسب. ماليش انا بقى في ده للأسف، خليني بقى انا في ده. ايوه. طول ما انت ورا ده مش هيجي لك غير الفقر. يا عم انا راضي الحمد لله. أنا نفسي أفهم بس إيه الساسبنس اللي أنت عامله لي ده؟ ما تقولي فيه إيه؟ إيه المفاجأة؟ الله، طب وتبقى مفاجأة إزاي بقى لو قلتها لك؟ بعدين أنت مش فنان؟ تتخيل، تخيل. أيوه أتخيل إيه؟ ممكن تساعدني طيب؟
تخيل تخيل ايه؟ تخيل انه تخيل انه الزمن رجع بينا لورا. لا 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 لورا كمان كمان. لا بجد والله يا ابن ايه اسمع بقى. ايوه اوكي عادل بيه يا عم بيه بيه دلوقتي خش بالصقيع ده. ايه البرد ده؟ خش يا عم جوه برد. لا 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 عدوله يا ابني وحشني جدا والله الحمد لله. عامل ايه؟ انا تمام. كل ده معقوله؟ والله العظيم برافو عليك عملتها ازاي دي؟ طبعا والله زمان يا عمارتي السيده. اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله. اوبا السلام عليكم. عليكم السلام. بس ايه رايكم بقى؟ مش انا زمان قلت لكم ان طارق كساب هيبقى عنده شقه كبيره وفخمه في اوروبا؟ يا عم طارق ده انت لحد ثالثه اعدادي كانت اوروبا دي بالنسبه لك محل نادي الفيديو اللي في اول الحلميه. قول له ايه ده والله؟ قول له ايه ده والنبي؟ والانسه شيماء بقى ما عنديش حمام البلاطيني اجيب لك سيدة الاكبار السوداء. لطيف قوي يا عادل بيه قوي. لا بس انا فاكر كويس ان انا قلت لكم ان انا هبقى اغنى واحد فيكم. ربنا يزيدك ما شاء الله. مين كان يصدق عيل صغير متهجر في اللفه مع عمه من بورسعيد يجي علي وقت ويبقى لا ومصدق نفسه. بس يا جماعه سيبوه بس يكون كمل بيسترسل. هو مين ده يا ابن الذين امنوا اللي متهجر من بورسعيد؟ انت هتكذب وتصدق نفسك وعلينا كمان؟ بطاقتك. اني؟ ايوه انت. وانت ايه اللي ركبك معاهم؟ ما انا بورسعيدي. بورسعيد ازاي يعني؟ بطاقتك مكتوب فيها عنوان تاني هنا في القاهره. ما انا كنت هناك وجيت هنا استرزق وبعدين رجعت هناك تاني وحصل اللي حصل. يا جدع انت هو احنا ناقصين؟ ما انا برضه ماليش متوى. دي قصه تاني انا هسيبك تمشي عشانهم. يلا اتكل على الله. يلا خلاص. عادي على فكره ما كلنا مهاجرين في الدنيا دي. ايوه صح. نعم نعم يا سيدي نعم. انما ايه اللي خلى ابوك 30 سنه ابو تسل كده يا ابني؟ ما فيش فلوس وحرب ومكسور عليه الايجار. قال لك اركب معاهم وراح طلع لهم البطاقات كشف. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يمكن كل ده حصل عشان نسكن عندكم في البيت فوق السطح ونبقى اصحاب ونقعد القعده دي. تصدق والله العظيم عندك حق. ايه يا عادل بيه؟ ايه يا حبيبي؟ ايه الكرش ده كله؟ يا بتروحش الجيم ولا ده اكل بقى وهبر وخير وكده؟ ها؟ لا ده فضلة خيرك طلقتين ايام مكافحة الارهاب وبعد كده علاجات بقى وكورتيزون وبتاع. بس كلامنا من مدة كنا بنسأل على بعض ما كناش سألنا دلوقتي. لا ألف سلامة. الله يسلمك يا حبيبي. حبيبي. انما لا ايه ده؟ احنا بقى غمقناه او كده؟ انتوا هتلمولي ولا ايه؟ خلينا يا عم في النجم.
النجم هو قدامك، احنا بنكبر وهو بيصغر، احنا بندخن وهو بيرفع، بنقصر وهو بيطفى، ما شاء الله عليه. طب اقول لكم على حاجه بالذمه، الراجل ده زمان مش كان شعره ابيض؟ ايوه صح والله صح. ايوه اصل انا مش زيكم، شعره ابيض بقى وكرش وبتاع، مفيش الكلام ده. انا اعلامي، انا مش شايل الهم. انا بقى بالنسبه لي انا شلت الهم خالص. انت جميله في البيت طول عمرك. لا بس احنا اكيد اتجمعنا النهارده الحكمه انا ذات نفسي مش عارفها لغايه دلوقتي، بس هي الدراما كده، كل حاجه هتبان في الاخر. الدراما. والله انت عايش في ملكوت تاني، خسارتك. قول لي يا عم خالد مالك ومال الاسلام السياسي؟ ما تخليك في الهشك بشك بتاعك والقوة الناعمه والطريه، مش اريح. الله الله الله. لا ما هو الفن برضو انواع. يعني مثلا يوم قسم البطانية ده والله العظيم ما حسيبه، لازم هعمله فيلم في يوم من الأيام. أربعة عيال صغيرين تحت البطانية وكل واحد فيهم حلم حلم. يا الله كل واحد يقول القسم. يا ابني أنت أصغرنا وصعيدي يعني تستنى. أمي لو عرفت إن إحنا لمينا بطاطين البيت وخرمنا البطانية بتاعتها هتولع فينا. تولع فيك وحدك وإحنا مالنا، أمك أنت ولا أمنا إحنا؟ وإيه الحكاية بالظبط؟ هقول لك قصة عن أربعة اتعادوا هما صغيرين إنهم يحكموا العالم. وجالوا القسم فضلوا عايشين عشان يحققوا الحلم ده. طب والبطانية؟ بيقول لك هتحكم العالم وانت خايف على بطانية امك؟ هم اجتمعوا بالليل في حتة بعيدة عن الشيطان. ها؟ كل واحد فينا عشان يحكم العالم لازم يبقى معاه حاجة، مثلا زي القوة، العلم، السحر، ويبقى كل واحد فينا ملك بحاجة. الفلوس، قوة الفلوس، بالفلوس تحكم العالم. وانا السحر، انا ملك السحر. يا جماعة العقل هو اللي يحكم العالم وانا ملك العقل. وانت يا رمزي؟ انا الخليفة. خليفة؟ يعني ايه خليفة؟ يعني مالك على كل المسلمين. اه طب اللي مش مسلمين؟ ايوه صحيح، يعني ميلاد حبيب اللي معانا في المدرسة مش هتبقى الملك عليه؟ لا مالك على كل المسلمين وغير المسلمين، بس غير المسلمين هيدفعوا لي جزية. جزية؟ يعني ايه جزية؟ فلوس يعني؟ لا دي تبعنا، انا اللي اخد الفلوس من ميلاد. حلو حكاية الخليفة. بس انت مين اللي فهمك كده؟ ده كلام الدين. كلام الدين اني؟ انا بابا بيتكلم في الدين وعمره ما قال كده. طب باباك قاضي مش شيخ؟ بس بيعرف الدين وبنصلي. كلنا بنصلي بس محدش فاهم الدين صح، حتى بابا برضو زي كل الناس ما يعرفش الدين قوي. يا سلام، امال انت مين اللي قال لك كل ده؟ مين؟ ما تقول. انا هقول. رمزي بيروح عند شاهد العفريت. انا شفته بالليل وهو بيطير من الشباك وكان شبه الغراب الكبير، والصبح بيرجع تاني بني ادم. لا بني ادم. الواد ده على فكره مخه بايظ من الافلام. بس انت شفته واتكلمت معاه؟ احكي. مش هحكي. يبقى نحلف ونخلص. هنحلف بايه؟ في الفيلم كانوا بيحلفوا بالصليب ومعاهم عمود فضه وخمس حاجات بيخاف منهم الشيطان. الصليب حرام، نحلف بالمصحف. بس الفيلم مش كده. نحلف ونخلص. اقول لكم كل واحد فينا يحلف باغلى حاجه عنده. صح، انا هحلف باغلى حاجه عندي. وحياة السينما عصون السر ان نفضل صحاب لحد ما نحكم العالم. حياة الفلوس عصون السر بتاع ان نفضل صحاب لحد ما نحكم العالم. وحياة الحق والعدل عصون سر ان نفضل صحاب لحد ما نحكم العالم. وانا وحياة المصحف والسيف حصون السر ان نفضل صحاب لحد ما احكم العالم وابقى انا الخليفة. نحكم كلنا مش انت لوحدك. كلنا يا رمزي. احلف صح. بتحببوا ايه تحت البطاطين والدنيا خربان؟ الريس ضربوا عليه نار، لموا البطاطين دي وتعالوا وراي. رمزي تعال. اللي بيحصل في التلفزيون؟ الرئيس ضربوا عليه نار والتلفزيون مشغل قرآن. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد،
أول مرة اتمنى عند التلفزيون. هو حضرتك فرحان ليه؟ دي ماما بتعيط وبابا زعلان، هو اشمعنى أنت فرحان؟ ليشفي الله صوته رخهم المؤمنين. صدق الله العظيم. طيب نسيبكم شوية لأن أنا ملاحظ إن في كلام في العينين كده ما بين عادل بيه ورمزي بيه، نسيبكم عشان كلام إيه بتسيب ده إيه؟ أنا لو جوايا حاجة طب ما أنا أقولها قدام كلكم، مفيش حد غريب، وغريب الله يرحمه. احتسبوا عند الله شهيد يا عادل بيه. شهيد يا مولانا، الراجل مات وهو نايم، هي موتة جميلة نتمناها كلنا، بس مش شهيد يعني. متأكد؟ متأكد. غريب مين يا جماعة؟ غريب زيدان اللي كان معانا في العمارة. غريب العفريت بتاع زمان، جارنا في العمارة اللي كان رمزي بيروح له واحنا صغيرين. افتكرته. جزاه الله عني كل خير، كان صاحب الفضل الأول عليا. ما شاء الله يا رمزي، ما شاء الله، أحسنت أحسنت. أنت كده بقيت في الفيزياء عبقري. أنا مش عايزك تنقص درجة واحدة حتى. حاضر. ها قولي أخبار الصلاة إيه؟ الحمد لله بصلي. طب ما كلنا بنصلي. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تصلي يا تصلي ورايا أنا يا تصلي لوحدك. بس أنا بصلي مع بابا في الجامع. ولا تصلي مع بابا ولا تصلي في الجامع. أشرح لك؟ اتفضل. الصلاة ربنا كتبها على المسلمين 5 مرات في اليوم بنقابل فيها ربنا، يعني المسلم بس هو اللي المفروض يصلي. طب ما بابا مسلم. حلو، مسلم ازاي؟ عشان بيصلي مش كفاية. بابا بيشتغل فين؟ سواء في الجرنان. كويس، يعني بيقبض مرتبه من الجرنان. الجرنان بيجي فلوس مرتب بابا منين؟ من الإعلانات. الإعلانات دي بتاعت إيه؟ سجاير، بيرة، أفلام، مسلسلات. ده المرتب اللي بابا بيقبضه، صح؟ صح. ماما منقبة؟ أختك محجبة؟ لا. شفت؟ فين الإسلام؟ فين المسلم كده؟ الفلوس حرام، الزي والملبس والسلوك حرام. هي مش كلمة بنقولها باللسان يا رمزي، دي عقيدة. عقيدة. لما يجي رمزي المسلم الشاب المهندس الناجح اللي بيقدر يكسب بالحلال، اللي ده سلوكه وزيه وأخلاقه وكل شيء فيه لله، لما يجي يصلي لازم يختار يصلي ورا مين وجنب مين. لازم تصلي ورا المؤمن اللي زيك، المؤمن الحقيقي، ودول قليلين قوي يا رمزي قوي. اسمع كلام أستاذك غريب. الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريب. ورق عمك غريب بقى مع المعلومات القديمة اللي كانت عندنا، مع المعلومات اللي وصلنا لها بعد التفجير الأخير، مع غياب المعلومة. ساعات غياب المعلومة بيبقى معلومة في حد ذاته، مش كده اللي هي أستاذ طارق يا بروفيسور؟ مظبوط عادل باشا مظبوط. ما هو مش معقول حد بالتركيبه دي وما يبقاش فيه معلومات كافيه عنه الا اذا كان حد مهم وخطير. لا وبيكبر. كلنا بنكبر يا عادل بيه.
احنا كنا اطفال وانت بسم الله ما شاء الله دلوقتي بقيت عميد. كلنا بنكبر صح. على قدي على قدي. انت بقيت ايه بقى؟ مش اقل من امير. مش مهم بقيت ايه، كل اللي اقدر اقوله لك ان العبد لله بقى اكبر من توقعاتك. بص يا خالد، مهما كان فيلمك محترم وبيقول معاني والكلام الكبير ده برضه حرام. انا مش هكذب عليك ومش هجمل لك الصوره. طب ما انتوا بتستخدموا الصوره وبتستخدموا المونتاج وبتستخدموا الكاميرات، تقدر تقول لي بقى ليه بتستخدموا الحرام؟ بنستخدمه عادي، دي رسائل، لكن احنا ما بنعملش افلام. احنا مين يا عم؟ احنا مين؟ احنا مين؟ ما احنا كلنا سوا وكلنا كنا بنحلم. وفي نفس البيت وفي نفس المدرسه بس مش نفس الرب. ولا ايه عادل بيه؟ اللي ربه الفلوس ولا ربه الفن ولا ربه الطاغوت ولا ربه ربنا؟ ياه انت طبعا اللي ربه ربنا بقى. غرور شديد، غرور شديد ده رمزي، غرور غرور. رمزي فك كده فك شوية وطلع الشعر اللي جواك بتاع زمان. شعر ايه بس؟ يلا بقى يلا. ها يلا كوني خيلة. ايوه بالله. يا سلام. كوني خيلا يعدو بي في عمر اللحظة. كوني خيلا يعدو بي في عمر اللحظة صحراء كبرى تفصل بين الله وبين عياذ بالله. يعني طبعا فاكرها الا؟ فاكرها الا؟ استغفر الله العظيم. كانت ايام الضياع. كانت ايام الحب. لم ما تبقاش عيل. عيل عشان بفكرك. طب والنبي لا تقول كنت كاتبها لمين؟ والنبي قول. ها ها ها. قول والنبي يقول. ربنا يهديك. لا لا فاكر فاكر. قصدك لو مش فاكر طب زعلت مني وخصمتني ليه لما رحت قلت المنال ان انت كاتبها عشان مش فاكر. بس فاكر منال. وكلنا فاكرينها على فكرة. منال حسن الملهمة. ولا الأمير دلوقتي بقى عنده 4 غير ملك اليمين؟ وتلاقيك مستني بقى لما تفجر نفسك وحور العين يجولك مش كده؟ بص يا رمزي، بصراحة أنا ما يهمنيش طارق جماعنا هنا ليه النهاردة. أنا كل اللي يفرق معايا رمزي صاحبي بتاع زمان اللي وإحنا صغيرين اداني أول ديوان شعر قريته في حياتي. بتهبب إيه في دنيتك دلوقتي؟ ارجع يا عم وعيش، عيش للحياة. انت بتكتب شعر حلو قوي، ليه ما بتقولوش للناس كلها؟ انت عرفتي مين؟ قريته. بقولك ايه، ما تقولهولي بصوتك اكيد هيبقى احلى. معلش انا مش هقدر. هو انت زعلان مني ليه بس؟ مش عارفة، ما بتبصليش وانت بتكلمني وبتأثر في الكلام كده. لا أبداً، بس علشان انتي أجنبية وأنا ما يصحش يعني إن أنا أبص لك. أنا إيه يا أخويا؟ أجنبية؟ أنا خواجاية؟ أنا منال يا ابني سلامة الشوف. قصدي يعني أجنبية عني فما يصحش إن أنا أبص لك أوي. بصلي هنا، أجنبية إيه وكلام فارغ إيه؟ هتوصلني ولا لأ؟ هتسيب بنت خالك حسن الأجنبية تروح لوحدها يا رجولة وبقية الأجانب يعكسوها في الرايحة وفي الجاية؟ وصلني عادي يعني وانت غاضب بصرك مش هيحصل حاجة. هتوصلني ولا جرك؟ أنا أجنبية من السيدة وعاملها. حاضر. طب يلا خلاص يا عم نطرس. والله يا رمزي الحياة دي تستاهل تتعاش. ربنا خلقنا عشان نعمرها مش عشان نعمر البندقية. ارجع ارجع، وزي ما لقيتني باخدك بالحضن هتلاقي حضن من ناس كتير. ارجع؟ ما تحضرنا يا عادل بيه، بيقول لي ارجع. ما ترجعوا انتوا. نرجع فين؟ انا برجع عادي. وانا مش فاهمك. لا انا فاهم يا استاذ. قصده ان احنا نرجع عن اللي احنا فيه، نرتجع يعني. يا سلام عليك.
ما انت كلك مفهوميه اهو. تلميذك حبيبي. بتهيألي احنا كلنا عدينا الأربعين. عملتوا ايه لدينكم؟ لاخرتكم؟ للسبب الحقيقي اللي ربنا خلقكم علشانه؟ لا عملنا كتير على فكره، ولسه هنعمل. انا عملت على فكره كتير. لا انت على جنب، انت حاجه تانيه. عملت ايه بقى؟ عملت فيلم علشان الناس تسقف لك. وعملته ازاي؟ عادل بيه كلفك بيه. وعملته عن ايه؟ عن حق لبسته باطل وقلت ان الاسلام دين ارهاب. يا اخي قول اللي جواك، قول ان الاسلام مش عاجبك، بدل ما بتنافي اللي جوه على انك مسلم وبتسترضي اللي بره ان المسلمين وحشين. قال عملت قال. طول عمرك بتتكلم من غير ما تشوف. اشوف ايه؟ الفيلم ها؟ انا عارف بالظبط انت عملت ايه. حطيت ابو قرش على ابو قرشين، حشاشين على حسن الصباح، على حسن البنا، على سيد قطب، على اي بطيخ، والمونتاج يا ما بيداري. يلا بقى الحق تسميه ارهاب. انت عارف يا خالد انك بالفيلم ده بقيت عدو شرعي وتستحق القتل. وماله؟ انا موافق ان انا اتقتل، بس انت قول انها وحشاك. ايوه شيخ زيموس. والله بقى يا اخ رمزي مش عارفه، خلك حسن واخويا عصام وابوك وابويا كل بيشكر فيك وفي اخلاقك الا انا. لا انت ما انت عارف بقى عمته خيرات بقى والكلام اللي بتقعد تقوله. منال ورمزي، ورمزي ومنال، ومنال ورمزي، ورمزي ومنال. نعيمة. زي ما نكون حسن ونعيمة. والضحك بقى حرام ولا ايه؟ ما انا مبتسم اهو. لا كتر خيرك والله. ما انا بقول لها يا عمته خيرات ده بيطلع الضحك بالتيلة وما بيعبرش حد، هعمل بيه ايه ده؟ هروح بقى دلوقتي اقول لها ان انا كمان طلعت أجنبية. قصدي أجنبية يعني ما تحلليش دلوقتي ان انا ابصلك قوي يعني. وامتى يحل يا هندسه؟ لو لما ما فيش حاجه اسمها لو، ابوه ما بيحبش الكلمه دي، لو تفتح عمل الشيطان. يلا نرجع مرجوع للموضوع. لما ايه يا هندسه؟ لما تحليلي بالجواز، ساعتها اقدر ابصلك زي ما انا عاوز. والحد بقى ما ده يحصل مش هتبص لي خالص؟ مع اني يعني اموره ولابسه شيك ونظيفه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مش مستنضفني ولا ايه؟ انا قلت كده في رمضان. طب ما تقولي شعر من اللي انا قريته من وراك. مش حافظه. افتكر. خيلاً يعدو بي في عمري اللحظة صحراء كبرى تفصل بين الله وبينه. ده ليه أنا؟ أنا بتهيالي إحنا قربنا فلازم نقول. ده ليه أنا؟ قلت يلا. ما تسيبك مني وخلينا في الفيلم بتاعك. ها قلت علينا ايه؟ عادل بيه كلفك تعمل فيلم عن ايه؟ شجيني. عادل ملوش اي علاقه بالفيلم، ومحدش كلفني اعمل حاجه. ولو كان كلامك صح كان الفيلم اتعرض في مصر. لا ما هو عادل بيه لعيب. ها قلت طبعا ان الاسلام دين ارهاب علشان الباشا يتبسط والخواجات يسقفوا وانت تبقى نجم. انا قلت الحقيقه اللي انا وصلت لها. حقيقة ايه؟ يا ابني ما تخلينيش اقول كلمة قبيحة. ما تقولها الشيخ رمزي، ما تقول وانت في كابول طلع كده القبيح اللي جواك يا راجل. اشتغلنا. محسسني ان احنا قاعدين في ندوة، وان انا بتكلم عن الاسلام السياسي مش الاسلام، وان الناس دي ملهاش علاقة بالدين. خليك جريء وقول اللي جواك، احترمك اكتر، بس انت اجبن من كده. اجبن؟ الله يسامحك يا رمزي. ولا يا عم رمزي،
اخبرنا حشيش ايه؟ حشيش ايه؟ ايوه طلعوا بقى الحشيش ونولع وخلوا الكلام يسلطن. في بفره جوه انا لسه جايبها. استنى اقول لك بس. استنى الحشيش يا رمزي اللي تجارته بقت حلال على الحدود بينكم وبين باكستان. الله، هو مش برضه صدرت فتوى بان تجارته حلال وبفلوسه تبولوا نفسكم بعد الامريكان لما مؤاخذه يعني ما خدوا غرضهم منكم وقفلوا الحنفيه؟ دي حاجه تانيه يا جاهل. اولا احنا لا نتعاطاه. ثانيا بنبيعه للناس اللي ملهاش علاقه بالدين. ثالثا بقى الضرورات تبيح المحظورات. طبعا فقه الضروره يا جاهل اجاز لنا ان احنا نبيعه بشرط ان احنا ما نستغلش الفلوس الا في شراء السلاح، وطبعا لا نتعاطاه. طبعا ظلمت الراجل يا عادل، ظلمت الراجل يا شيخ زيموس، ظلمته. طارق اصبر بقى. طيب يا عم رمزي اشرح لي بقى الحته دي. الناس اللي راحت في الاول افغانستان علشان تجاهد الروس مش برضو كانت بتاخد تمويل وسلاح من الامريكان؟ ليه بقى قبلتوا تاخدوا فلوس وسلاح من الامريكان الكفره وبتحرموا في نفس الوقت مرتبات الحكومه عندنا؟ الامريكان دول مسيحيين يعني اهل كتاب. هو الروس اهل كراسه؟ ماشي ماشي عم رمزي. طيب معلش حاجه برضو نستفيد من خبرتك فيها وعلمك. الامريكان يا عم طلعوا ولاد حلال ومؤمنين ومسكين سبح، قلبتوا عليهم ليه؟ عشان كله ضد الاسلام، وزي ما انتوا بتلعبوا احنا كمان بنلعب. بنلعب؟ طب يا رمزي انت كده قصرت على الطريق. بص بقى يا عم رمزي، تلعب مع الامريكان، تتاجر في الحشيش، تبقى خليفه، ده موضوع ما يخصنيش. سالت نفسك بقى انا طلبت قبلك ليه؟ ما سالتش نفسك انا رضيت قبلك ليه؟ ده عشان ذكي يا هندسه، وعارف انك انت هنا في امان، وعارف ان انا عايزك في معلومه مش اكتر، وطارق طمنك، وانا قلت له ما اقولكش، بس انا عارف ان هو هيقول. يعني احنا ما اتقابلناش صدفه؟ لا. يا عادل ايه؟ لزومه ايه الكلام ده؟ معلش لزومه ان احنا بنتكلم دلوقتي في حاجه خطيره وهتفهم. بص يا رمزي، طالما انت لغايه دلوقتي ما تورطتش في دم اهلك وناسك، الحبل بيني وبينك لسه ممدود. الله يا عم انت بتاع معلومات وعارف كل حاجه، عايز ايه بقى من الغلبان رمزي؟ عايز نتعاون في الصالح مره على الاقل. بص يا رمزي، التقارير اللي وصلت لنا خطيره، والتحركات اللي اترصدت بتاكد ان في تخطيط، في مصايب جايه. اصيل بقى وجدع وشهم وصاين لقشه السيده، تمام؟ كلنا اللي عندك، واي طلبات اقدر انفذها انا تحت امرك. هتعيش بقى في ان احنا غير بعض واحنا كفره وطواغيت وبتاع براحتك، بس هعاملك بالمثل. رمزي، في كوارث جايه، تسلم لي المعلومات يا ابن الناس، انا اخوك وحبيبك. هتكملها اوهام؟ انا عدوك. يا بعد السنين دي كلها ترضاها لي عادل بيه؟ غريب استشهد على ايديك ازاي؟ استشهد ايه؟ ما قلنا مات لوحده. طبعا. ما دي شغلتك، ما يتمسكش عليك حاجة. اه. زي ما شغلتك بالظبط تعرف تطلع منه المعلومة، من لسانه بقى، من كتبه، من جسمه، من مخه. وزي ما شغلتك بالظبط لو ما عرفتش توصل لرمزي تبعت تجيب لغاية عندك. الحاجة خيرات أم رمزي اللي كلت من أكلها. والحاج عبد الستار أبويا. وتخلي شوية عيال هم اللي يحققوا معاهم. رمزي رمزي، سألوهم بكل احترام ولا اتأكدت من كده؟ طبعا طبعا. والدكتور مجدي عبد الستار أبي مجدي اللي خليته قاعد على كرسي خشب 7 ساعات لغاية لما حد حن عليه وقال له هو جاي ليه. واختي وجوزها بتشقى عادل بيه وتعبينك معانا. يا جماعة لا صلوا على النبي بقى كده. الصلاة لا مش جايين نقعد هنا عشان نتخانق. بقول لكم ايه، انا اعرف واحد هنا بيعمل فول وطعمية عجب احسن من الفول والله اللي كنا بناكله زمان في السيدة. عشان انتوا بصراحة يعني دخلتوا المواضيع في حتت غريبة انا مش فاهمها. انا مش هتأخر، يا هنزل كده في السريع وارجع على طول. بقول لك ايه يا عادل بيه، انا هاخد البتاع دي عشان الدنيا ساقعه وانت شايف الظروف عامله ازاي. وبعدين انا الفنان اللي فيكم اكيد لايقه عليا انا اكتر. خلاص انت والله لايقه عليا فعلا. ايوه. يلا مش هتاخر.
بقول لكم ايه؟ حبوا بعض. بس انت عارف معلومات كتيرة يا رمزي، تابع كويس انت. ما هو مش عادل بيه لوحده هو اللي بيعرف يجيب المعلومة، ولا انت كمان يا عم الإعلامي. اي حد بيوصل. اخبار ياسين ابنك ايه؟ عامل ايه في تدريبات التنس؟ يا اخي مش تاخد بالك منه شوية؟ وبعدين قول له بلاش يتهور لحسن يكسر دراعه وهو بيلعب، عكس جومان اخته خالص، بتخاف من الميه ومطلعه عين المدرب بتاعها. عارف يا عادل، لو غيرته البتاع الصفرة اللي بتساعدها دي احتمال تتجرب، ولا الخوف عندهم وراسي؟ لا عارف يا رمزي، تقشر يا رمزي، انت كده دخلت في الغلط، وكده بقى مش هيمنعني عنك اي حاجة، ولا عشرة ولا الجن الازرق. ايه؟ هتقتلني؟ انت مش ربك القانون راح فين؟ ولا مستغربه يا اخي ان هو متضايق ان ربنا هدى المدام رمزي وحفظت 17 جزء في المقرأة اللي بتروحها بانتظام؟ سبحان الله يا اخي، يخلق من مرات فرعون اسيا. رمزي رمزي، زي ما انتم مؤسسه احنا كمان مؤسسه، زي ما انت بتعرف تجيب معلومه انا كمان بجيب معلومه. الفرق اللي بيني وبينك ان احنا ما عندناش مكاتب ولا بناخد اوامر من بشر زينا، احنا احكامنا شرعيه من فوق وهتتنفس. رمزي وهانت. عادل عادل عادل، لو سمحتوا يا جماعه، رمزي من فضلك عادل، يا ريت يا جماعه نمسك اعصابنا شويه، من فضلكم من فضلكم لو سمحت يا عادل. يا جماعه انتوا في بيتي، انتوا في بيتي، انا مش عايز مشاكل، من فضلكم. الجمجمه دي فيها عقل ذكي، بس العقل ده فيه شر يدمر عالم بحاله. سبحان الله يا رمزي، تخيل بقى ان انا اقدر دلوقتي ولا لا. اللغه العربيه دي انا. والله انا يعني منال. اصل انا هعبر عن نفسي ازاي وبايه؟ انهي طريقه؟ باللغه. ومفيش احسن ولا اقيم من اللغه العربيه انك تعبري بيها عن نفسك. اللي ما عندوش طريقه يعبر بيها عن نفسه مش موجود، واللي عنده بيبقى حد مميز ومختلف. إذن اللغة العربية هي منال اللي بتقدر تعبر عن نفسها. منال اسم علم مؤنث بمعنى المطلب الغالي. يلا كل حد فيكم يقولي اسمه يعني إيه باللغة العربية. جمانة يعني إيه؟ فرح يعني إيه؟ يوسف يعني إيه؟ مودي يعني إيه؟ يلا. لما شفت خالد واقع على الأرض قعدت أجري،
أجري يا نمير، كأني بجري من نفسي. ندم ولا خوف؟ هروب. هروب. عارف لما تبقى عيل صغير وتزق صاحبك راسه تتخبط في الأرض وتنزل دم، تتخض وتطلع تجري خايف عليه لا يموت، وخايف من الدم، وخايف لا يقوم ويجري وراك. أبو منصور المهاجر، المجاهد المصري اللي شايب الأمريكان، طفل خايف بيجري. أبو المنصور إدى أمر إن عادي ليه يتقتل لو نزل قبلنا، بس خالد لبس الطايق ونزل، وأنا ساعتها ما خدتش بالي، كنتش واخد بالي من أي حاجة، كأن الزمن رجع. عيل في وسط أصحابه العيل بيتكلموا وبيضحكوا وبيتخانقوا. إيه؟ مش النهاردة ميعاد أخذ البيعة ولا إيه؟ نعم. في حاجة ولا إيه؟ في حد معترض على الوصية وبيقول إن أنت مالكش أحقية في الخلافة. وده مين بقى إن شاء الله؟ نسيبك. وماله؟ ده بس. وعشان كده إحنا عملنا البيعة. انسى الوصية واجمع أهل الحل والعقد. ميس منال، ميس منال، بعد إذنك لحظة. تحت أمر حضرتك. أنا أحمد مندور، زميل حضرتك هنا في المدرسة جديد، بس ما تقابلناش قبل كده. أهلا وسهلا، شرفت المدرسة. أنا اللي تشرفت بيكي. أقدر أقابل والد حضرتك إمتى؟ ليه كل ده يا أستاذ أحمد؟ هو إيه اللي ليه كل ده؟ ليه تقابل والد حضرتي؟ يعني أول مرة أشوفك وأول مرة تطلب مني طلب، تطلب إنك تقابل أبويا إزاي يعني؟ هي غريبة بيني وبينك، بس اللي يتكلم بكل الحب ده عن اللغة العربية يستاهل إن أنا أقابل بابا وأسلم عليه. فعلاً؟ يا ريت. الله الله، بن جميل يا عادل بيه. ألف هنا. ميرسي. أنت كنت عارف ليلتها إن في خطر على خالد أو عليا؟ مستحيل طبعاً. إزاي أكون عارف إن في خطر وأبقى موجود يا عادل بيه؟ ازاي وانا كنت اتضمن لرمزي وليك؟ ما هو اي حاجه اي حاجه هتبقى في وشي انا. احنا كنا اربعه، واحد اتقتل، واحد كان هو المقصود، واحد اصدر الامر. الرابع بقى اللي بره اللي اتقتل وبره المقصود وبره اللي ادى الامر. الرابع ده بقى اكيد هو اللي عنده المعلومه. ايه قلبي والله الله والله لو عندي ما اخبيها عليك، صدقني. وده العشم برضو يا عشرة العمر. وانا هأجل سفري لحد امتى يا عادل بيه؟ لا ما تقوليش بقى انك لحقت تزهق مني، مش معقول. لا 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 اكيد لا يا عادل بيه، يعني بس احب اكون عارف برضو. الموضوع لسه ما خلصش، وانت لسه الطرف الوحيد اللي ممكن يوصل هنا وهناك. طبعا انا ما يرضنيش انك انت تتعطل عن اشغالك ومصالحك، بس انا اللي كان في نيتي يعني ان انا اشوفك كذا مره لحد ما اشبع منك. بلغ رمزي وقول له حرفيا حرفيا عادل بيقول لك انت قتلت عادل، بس جت في خالد وكده الطرطرين، طار الرصاصة اللي جت في خالد وطار الرصاصة اللي كان مفروض انها تيجي في عادل. ها تمام يا عادل بيه. اجيب لك قهوة تاني ولا اجيب لك سحلب؟ بقولك يا انور، هو انت ملحد بجد؟ افرض. يعني ايه افرض؟ انت ملحد ولا مش ملحد؟ يعني لو ملحد يا علي هتقتلني ولا هتبلغ اخوك؟
ولا تيجي تناقش فكره قصاد فكره. وازاي يعني تناقش فكره قصاد فكره؟ لحد مش حاجه نتناقش فيها يعني. كل حاجه في الدنيا قبل النقاش يعني. هو انت اخترت حاجه اساسا؟ اخترت اسمك، لونك، امك، دينك؟ انت اتولدت لقيت نفسك كده، تكبر فتفهم ثم تختار. يا سلام، انا كمان من حق اختار. يا علي، العلم خلص كل حاجه من زمان قوي. سلام يا علوة. سلام يا ابن الطبيعه. صاحبك ده نفسيته هب عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. غراب ونعى بالخراب. هو الله. لا حول ولا قوة الا بالله. شايف المجتمع اللي انت عايش فيه؟ الكتاب التاني اللي بهديهولك كتاب معالم في الطريق للشهيد سيد قطب، هيعجبك جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا كتب تراث، شرائط قرآن تلاوة صحيحة، برفانات أقلام، ثلاث أقلام بخمسة جنيه. أخرجني. أخرجك إزاي يعني؟ إذا كنت ترى أن الحكم لله، اعتذر وقبل يدي وأخرجني. ماشي هتخرج يا أستاذ غريب، بس في الأول كام حاجة لازم تجاوب عليها. في أوامر بخط إيدك ورسومات ومواقع متحددة، جاوبنا على الأسئلة دي إجابات مقنعة وأنت هتخرج على طول. شفت لمن الحكم؟ اسمع، عشان ترتاح. أنا لا أؤمن بك، أنا أؤمن بالله الواحد الأحد العدل القيوم، وأنا أرى أنك لا تستحق الحياة، وأنك جزء من منظومة فاسدة أنار أولادك وبهم. سواء كنت في قبضتك أو خرجت، في كل الأحوال أنت عدوي. أنا غريب زيدان، لا نفقك ولا أشتري منك الحياة، وحكم الشرع فيك الموت. عاوز حاجة قبل ما أروح زنزانتي؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أنا نبأ عاجل بأن انفجارا كبيرا وقع شرق كابل، وأعلنت جماعة الخلافة مسؤوليتها عن الحادث، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 18 جنديا أمريكي، وسنوافيكم بالتفاصيل. ملناش دعوة. ها إلهي، زي ما بيموتوا الأمريكان الأمريكان يموتوهم كلهم. إيه يا بت؟ إيه؟ بتدعي على أخوكي ليه؟ مش أخويا يا حاجة، مش أخويا. اللي يبهدلني ويبهدل جوزي ما يبقاش اخويا. حمدي، خد مراتك وروح، خدها وامشي من هنا. خلاص بقى يا حاجه، ما انت عارفاه كويس. من هو ابو المنصور المهاجر المصري؟ قريبا بلا لثام، وجها لوجه على قناه الصحراء. وانا ممكن اشرب سيجاره هنا ولا هتجلدوني بقى وتقيموا عليا الحد والحاجات دي؟ على فكره انا صاحب الرجل الكبير. وجودي ما يصحش وممنوع.
معصية بس ماشي اشرب. بس كده مش هتبقى وزير اعلام ها؟ انا مال انا ولا الوزارة ولا الوزارات يا مولانا؟ ايش دعوة بالكلام ده؟ أنا ملك. ملك؟ طبعاً يا مولانا. اللي بيملك المعلومة هو الملك. اللي بيبيع بضاعته لأي حد يبقى تاجر مش ملك. وأنت مؤمن بالخلافة كفكرة يا طارق؟ هي فكرة حلوة. حلوة قوي حقيقي يعني. بس هي مش حقيقية يعني. بص حواليك. وأنا قدامك أهو. أنت رومانسي يا رمزي. بتحلم. بتحلم زي بالظبط. بس أنا بحلم وأنا صاحي. صاحي بس وأنت سكران بنفسك. إحنا أهل اليقظة. الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا. انتبهوا. احنا خلاص موتنا الموت من زمان. يعني انا دلوقتي ممكن حالا أأمر بموتك. بس انت مش هتعمل كده. مش هتعمل كده لأنك محتاجني يا رمزي. صح؟ بقولك يا عم حسن، انت مصدق ان احنا حقيقه ولا لا؟ مفيش حقيقه يا مولانا. امال في ايه يعني؟ افكار بتتصارع جايز، الاقوى منها هو اللي بيتحقق. احنا اقوى قوه على الارض لاننا ايمان وعقيده. جايز. وعشان كل شيء جايز فأنا بلعب مع كل شيء. أنا عارف لما يحصل التمكين هنحتاج للمؤمنين مش للأذكياء يا عم العبقري. بس الذكاء يا مولانا إن أنت ما تربطش نفسك بعقيدة قوي كده. أنت بتجاهر قدامي إنك مش مؤمن. أعوذ بالله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. موضوع العقيدة ده يعني، موضوع العقيدة ده بيبقى في القلب يا مولانا، واللي في القلب في القلب بقى. وبعدين بعدين ما أنت بتتعامل مع الكفار عادي يعني يا رمزي. مؤقتا يا صديقي، مؤقتا. إن شاء الله لما يكون الأوان كل واحد فيكم هيبقى ليه مقام معلوم. على فكرة عادل مبلغني رسالة نقلها لك عن خالد. شكرا ساعي البريد. بيقول لك حرفيا يعني انت قتلته بس الرصاصة جت في خالد، فهو ليه عندك طريقين، طاره وطار خالد. تمام. عارف الكهف بتاعك ده بيفكرني بيه يا رمزي؟ ايه يا طارق؟ الحلفان اللي احنا حلفناه تحت البطانية. يبقى اكتب في مذكراتك انك شربت سجارة مع الخليفة. اكشن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونسترضيه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. إن شاء الله أن ينال الشهادة الأخ على يد الأمريكان القذرة، وشاء لنا أن ننتقم له بنصر عظيم قام به شهيد آخر، وأوقعنا من كلابهم سبعة.
ونبشر الأمة بأن النصر قادم لا محالة، ونبشر الأعداء بالعذاب والرعب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. نحن الرعب، والفضل والمنة من عند الله. كما نعلن مسؤوليتنا عن قتل المخرج المصري المارق الذي أساء إلى الدين في فيلمه الأخير، ولينتظر كل من يسيء إلى ديننا الحنيف السمح نفس المصير. فقد خلقنا الله لنعلم أولئك المارقين ما هو العذاب وما هي جهنم وبئس المصير. ولن ننسى كنائس مصر ومراقد الشيعة ومقامات المتصوفة وإرعاب وإرهاب وقتل كل تلك الفرق المارقة الضالة حتى نصل غايتنا. ووعد الله الحق لنا، وفقنا الله إلى ما يحب ويرضى. يعني خلاصة الساعتين اللي فاتوا دول إن أنت ما انتميتش أبدا لأي تنظيم جهادي. لا. أمال القنابل المتصنعة اللي لقيناها عندك دي إيه؟ هواية يعني؟ مجرد توصيلات كهرباء عادية. بلعب. بتلعب تعمل قنابل؟ أمال لو خدتها جد هتعمل فينا إيه؟ دي حاجات كنا بندرسها زمان في الجامعة. فأنا لقيت نفسي قاعد ما بعملش حاجة، فقلت أطورها وأفيد البلد. بتدرس في الكلية طريقة عمل القنبلة في البيت؟ أيوة يا سيدي، مادة تدمير منزلي، مادة جديدة مفيهاش حاجة. بقولك إيه؟ ما تخلي كده البساط أحمدي وناخد ونادي مع بعض رجالة كده سوا. معلش، تعال على نفسك وانزل لمستوانا. هل أنت بتعود وأنت بتصنع الحاجات الوحشة دي إن يبقى في جنبك كتاب الفريضة الغائبة وكتاب عالم في الطريق؟ يعني هل ده بيساعدك اكتر مثلا على كده تركز وانت بتعمل بالي بالك؟ مش عارف ليه انتوا حابين تضيعوا وقت. قلت لك دي مش قنابل، والكتب دي مجرد ذوق شخصي. ولو انتوا شايفين ان الكتب دي خطر على المجتمع وبتهدد السلم العام والامن القومي، تقدروا تمنعوها من المكتبات اللي بتبيعها. لا انا لحد هنا بقى ومش هقدر اجاريك اكتر من كده. معلش انت بتكذب، انا اسف يعني، انت بتكذب واحنا عارفين من واحنا صغيرين ان الكذاب بيروح النار. لا هي خدام ايه مالك؟ الف سلامه ليك. سعد هات ميه هنا. انت بتكذب وهي قنابل، وبتكذب برضه لان انت منتمي لتنظيم جهادي، مش فكريا وعقائديا بس، لا تنظيميا تنفيذ تخريبيا. فاجئتك؟ لا، لان مفيش حاجه في البلد دي بقت تفاجئني خلاص. ياه. قلت لك دي توصيلات كهرباء عاديه، والكتب اي حد يقدر يلاقيها في اي مكتبه بسهوله. ولا يعني انتوا لازم تلاقوا عندي افلام اباحيه علشان تحبوني وما تلبسونيش قضية؟ لا، ما هو الأفلام الإباحية دي أنا ممكن أخليك. لا 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 لا، إيه ده إيه ده؟ الراجل بيتكلم بصراحة، كويس، هو ده المطلوب. بقول لك إيه؟ أنت شايفنا إيه؟ مش شايفكم. ولا سمعنا طبعًا. أنا بتكلم بجد. شايفنا إيه؟ شايفنا إزاي؟ ربنا يهديكم. يهدينا ازاي؟ يعني انتوا شايفين ان انا راجل بصنع قنابل، تفكيري تفكير جهادي تكفيري بتخرب المجتمع وخطر على الامن القومي والسلم العام، وده مش صحيح. الصح؟ لان الصح ان انا شايفكم ظلمة. اه ظلمة ظلمة، وماشيين في الظلمة ما بتفكروش غير في شهواتكم وملذاتكم وبس، وبقية الخلق مجرد عدد بتستعبدوه. كل واحد فيكم شايف نفسه إله يقدر يعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه، رب من دون الله. وأحكامكم كلها مصدرها الهوى والجبروت
بتستمدوه من شياطينكم من اللي بتوسوس لكم بيه، صح ولا لا؟ طيب ايه دليلك؟ الله ايه؟ لا لا الادله كتير ما تعدش، بس انتوا خلاص ربنا ختم على قلوبكم. اقول لك ايه بقى؟ انت راجل مهندس، احنا دلوقتي بنتكلم بالحجه والبرهان، مش كده يا هندسه؟ شويه منطق يا باشمهندس، منطق نخش لها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. انتوا بقى بتحكموا بايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا. صدق الله العظيم. وانتوا شياطين الانس او ربنا شياطين الانس بتحركوا من الغوايه عشان تعذبوا خلق الله وتستعبدوهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. وانتوا كده سكتكم ضعيف. أنا بقى هوريك كده الشيطان الضعيف. يا ايه الحلاوة دي يا وحيد بيه؟ والله انا بدأت اصدق انك تكفيري. هنفع يعني؟ شو يعني الكاميرات ما سجلت يا طارق؟ يعني اكتشفنا واحنا بنسجل اننا بنسجل من غير شرايط. والوقت عدى. بتحصل عادي. طارق وين الشريط؟ الله طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ طارق والله لو تقدر تقول لسمو ان القناه عايزه الشريط قول له. سمو ها مزاجه كده عايز يتفرج الاول. ماشي يا طارق انت حر. مفيش حد حر يا حبيبي، احنا كلنا عبيد هوانا ومصالحنا. الحل لك اياها بالمصري، في بيتها يا حبيبي، في بيتها. حبيبي ايوه بتخبي ايه؟ دي ورقه كتبت فيها كلام. ايوه يعني كلام ايه؟ شهر 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 حماسي. لا هو شهر شهر وخلاص. طب اقرا. اشعر بالغربه، الجبال تحيط به من كل اتجاه كالأشباح، لكن عندما تمر الأغنام البيضاء تجعلني سعيدا. الله عجبك؟ أوي أوي، تفكرني بنفسي زمان. بس عارف لو كان الشعر ده عن الحماس والجهاد هيبقى أحسن. إزاي؟ أنا أعلمك. أهم حاجة في الشعر هو الوزن. يعني ايه وزن؟ يعني سقفة بتوزن بيها كلامك. الله غايتنا، 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 الله غايتنا،
منصور. 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 ألف سلامة يا أنور. علي. ازيك يا أنور؟ ازيك يا علي؟ أسامة فاكره؟ طبعا فاكره. ازيك يا أسامة؟ ازيك يا علي؟ أنت بتزور أنور؟ طبعا. فيك الخير. طب يا أستاذ أنور، ألف حمد لله على السلامة، وتسمح تقبل مني الكتاب ده هدية. مش كفاية الحلويات يعني؟ ماشي يا سيدي، شكرا. أشوفك على خير على القهوة وعلى رجليك، تعزمنا بقى على حاجة ساعة. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء على قضاء. إيه ده؟ علي راح فين يا علي؟ أسامة طبعا يا جدع، انت بتتابل كده ليه؟ صلوا على النبي يا جماعه، في ايه؟ مفيش حاجه يا حاج، ما تعملش نفسك بريء. انا خلاص فهمتك، انت مريض عامل نفسك بتبيع كتب وقلام، وفي الاخر طلع حد يقبض انور بالعربيه. ما حصلش، وانا هعمل كده ليه؟ عشان عامل نفسك حاكم علينا، يا اما نبقى شبهك يا اما كلنا نموت. ها يا جدع انت عيب اللي انت بتقوله ده، انا ماليش دعوه بصاحبك، انا غلطان اللي جاي اهديك، بعد كده انا عايز اموتها اموتها بالعربيه. مش مصدقك، مش مصدق ولا حرف من اللي انت قلته لي. اسامه انا هدور وراك، لو لقيت ان انت ليك علاقه بموضوع انور ده، والله العظيم والله العظيم يا اسامه لاحبسك. وما طلعتش انا ما اشوفش وشك تاني، مكان ما اكون موجود ما اشوفكش. قول في داهيه بس يا عم. عبد الله رمزي عبد الصدار. عارف جدك راجل طيب قوي. مجاهد؟ لا هو جاهد شويه وبعدين سكت. سكت على ايه؟ على كل حاجه. ربنا يهديه، راجل طيب بجد، تعب وشيء لغايه لما ربنا وكبرنا. انا دخلت هندسه واخويا طب واختي سياسه واقتصاد بقى لغايه لما اتجوزت وبقت ست بيت. امال ليه ما بنسالش عليهم؟ مين قال لك؟ انا دايم السؤال عليه بس بطريقتي. بيشتغل ايه جد؟ كان سواق لرؤساء تحرير اكبر جورنان في مصر في الستينات والسبعينات لغايه لما طلع معاش. امال انت ليه بتقول ربنا يهديه؟ هو ماله؟ على الله نكون قدرنا نوفر المعلومات المطلوبة لحضرتك. يا ريت بس المعلومات دي تقدر تخليني فعلا وحيد الجهادي الهربان منكم يا كفر. بالظبط. البركة في حضرتك والأمل فيكم إنكم تقدروا تقطعوا الطريق على الخطط اللي عمالة تقرب من مصر. متقلقش، مصر محفوظة، محدش يقدر عليها. وبعدين اللي بتحركوا المصلحة مش زي اللي بيحركوا الواجب. صحيح، بس هما كمان بيتحركوا بالعقيدة من وجهة نظرهم يعني. اه فعلا عندك حق، هو بتحركهم من العقيدة وبتسيطر عليهم، بس بتسيطر على صغيرين منهم اللي تحتهم اللي دماغهم ممسوحة وبأي كلمتين ممكن يتسيطر عليهم. لكن الكبار، الكبار دول بتحركهم مصالح، ومصالح كبيرة كمان. العقائد الفاسدة برضو مصالح دنيوية، يعني في الآخر هي هي. على العموم أتمنى نكون قدرنا نغطي المطلوب من المعلومات والمصطلحات. وفيت يا عادل بيه، وفيت وزيادة. وبعدين أنا لو احتجت أسأل أي حاجة مش هتكسف. تعبتك معايا يا عادل بيه. لا تعبتني. الكلام تحت أمرك فيا وقت، اتفضل يا فندم. شكرا. أهلا يا منال. أهلا بحضرتك. القمر اللي قاعدة دي اسمها ريم، ماما. أه طبعا واضح. ازيك يا مونمون؟ أنا سوسو أخت أحمد. أهلا يا سوسو. هو سارة، بس أنا هقول لك يا مونمون وأنت قولي سوسو عادي. ماشي يا سوسو. اوكي
يلا. رايح فين يا حبيبي؟ سيبكوا تعرفوا بعض شوية. اوكي؟ ليه كده يا؟ ماشي يا حبيبي. ماشي يا ريم؟ ماشي يا قلبي. ماشي على التدبيسة الحلوة. أحمد باين عليه مبسوط وفرحان قوي. الحمد لله يعني، بس ليه اللي باسط أحمد اللي أنا فيه ده؟ أحمد بيقول إن دمك خفيف. ما ساعات بقول نكت. وبيقول إنك طيبة وبنت ناس طيبين ومحترمة. يعني ده من كرم أخلاقه. وحضرتك كمان يعني باين على حضرتك إنك لطيفة و... معلش أنا مرتبكة كده شوية، بس يعني اديني وقت بسيط كده وهتلاقيني فكيت خالص حضرتك. أنا أشيل الارتباك ده خالص وكمان تشيلي حضرتك. قلتي خمسة حضرتك من ساعة ما قعدنا، انسي حضرتك خالص وقولي لي يا ريم على طول. أنا محبش حد يكبرني. عادي عادي، قولي لها يا ريم، هي مش هتزعل. لا مش هعرف. حاول هحاول. نشرب حاجة بقى في ساحة اللي... قولي لي يا منال، ها هتقدري بقى؟ شكلك قادرة. لا مش فاهمة حضرتك أقدر على إيه؟ هو يعني تريحيني من أحمد. هو قالك عنده كم سنة؟ تقالي 37. 37 مظبوط. تفتكري في شاب يعني راجل يوصل 37 سنة وما يتجوزش إلا لو كان عنده عيب؟ مسخرة يا طنطق، انتي مسخرة. لا يعني عادي يعني بتحصل. يعني أنا مثلا عندي 39 سنة وما اتجوزتش لحد دلوقتي عادي. 39؟ 39 سنة دي مصيبة. هو أحمد ما قالكمش ولا استأذن أنا ولا؟ لا لا، إيه يا مامي في إيه؟ دي أكبر من أحمد. 39 سنة دي كارثة مصيبة. طبعا معاها حق بصراحة، دي مصيبة سودة. ما تكلمي أحمد ولا ترينيل ولا أبعت ولا أقوم أنا ولا إهدي. بس إهدي، هدي نفسك، ما حصلش حاجة. كل واحد حر يعني في حياته وفي اختياراته كمان، بس أنا لو منه أختار حد تاني. مش مشكلة. ما قلتليش تشربي إيه يا مون مون؟ مون مون هي ماما صريحة شوية بس طيبة أوي، تزعليش منها. أصلك لو تعرفي أنا منكوبة في ولادي الاتنين والله. أي سارة اللي قدامك دي بهدلتني. سنة ونص جايبالي عيل صايع من الشارع مخطوباله، وبعد سنة ونص فسخت الخطوبة. يا حبيبي يا أحمد مسكين، كل اختياراته زي الزفت. الله يسعدك، ما تكلمين أحمد يا سوسو. أنا مش قصدي عليكي خالص، أصل هو اتكعبل قبل كده ووقع على جدور رقبته وجاب لنا واحدة من الشارع. إيه يا مامي بقى؟ ما خلاص بقى، خلاص. اسكتي اسكتي أنتِ، خلينا أتكلم. أصله جاب لنا واحدة من الشارع، اتجوزها سنتين واتطلقوا. مين حضرتك اللي اتجوز سنتين واتطلق؟ ساعات وسط جبال الحزن اللي بتحاوط الواحد في الدنيا اللي اختارها بإيمان واقتناع، بتظهر حاجة تقلل من الحزن ده. انت عارفة طبعاً إنه لا راحة في الدنيا، لكن أنا ارتحت لما قريت إيميلي. مش مهم على فكرة مكتوب جواي، الراحة جت لما عرفت إنك هناك قاعدة وفاكرة رمزي وبتكتبي له يا منال. أنا في مشواري اللي كتبه ربنا عليا من زمان، من اللحظة اللي اكتشفت فيها دوري في الحياة. مفيش أسهل ولا أجمل من إني أرجع وأعيش وسط أبويا وأمي وإخواتي وأتخلى عن كل حاجة. لو عملت كده هبقى تخليت عن روحي نفسها، عن سبب وجودي في الحياة. الجهاد في سبيل الله هو اللي بيخلي الجوهر حياتي معنا، ولأنك الشخص الوحيد في الوجود اللي لما بيفتكرني بكون مرتاح ومبسوط. هفضل أقولك ومن قلبي، اتقي الله يا منال في نفسك وفي دينك وفي مظهرك. وبيطمني أمي وهي هتطمن والدي. وسلمي على خالي الطيب والدك، وقولي له إن شعرك المكشوف ويزرع عليه وعليكي. ولحد ما يجي اليوم
ولعله قريب، وتكوني حلالي وتغطي شعرك وتغطى نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو حضرتك كنت مساء الخير. أنا ريم مامة أحمد. أنت حسن صح؟ أكبر صح. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تفضلي تفضلي. أنا سمعت من أحمد إن منال زعلانة. أنا مش فاهمة هي زعلانة ليه. طب ما هي أكبر منه وأنا ما زعلتش. بعدين فيها إيه يعني لما هو اتجوز قبلها؟ طب ما هي من مكان زحمة قوي وبعيد. تعرف يا حسن، أنا أول مرة أجي السيدة زينب. المكان لطيف قوي قوي، تحت الناس لطاف جدا، لكن زحمة زحمة جدا جدا. أقول أنا بقى هي من منطقة بعيدة وزحمة؟ ما يصحش. صح يا حسن؟ والله يعني ريم ريم، أنا ما بحبش ولا هانم ولا مدام الكلام اللي بيضيع الوقت ويأثر العمر. أنا أقول لك حسن وإنت تقول لي ريم. ماشي يا ريم ماشي. قهوة مظبوط لحسن، دماغي هتنفجر من الصداع. حاضر. استنى، ما تفتيش يعني وتقول حاضر وإنت تكون ما بتعرفش تعمل قهوة. لا بعرف طمني. إيه هعمل القهوة؟ لا ما تعملهاش. هتسلمي ولا لأ؟ لا عيب. لا مش عيب. طب هعمل القهوة. خلص على راحتك. روحي اقعدي معاها ما تصحش. وانا شعرفني، هو انا كنت جيت هنا قبل كده؟ خلاص ده ما تعرفيش يبقى ما تقوليش احكام. السيدة دي منطقة جميلة. انا ما قلتش يعني ان انا هاخد كل السكان اللي في السيدة زينب واسجنهم. انا قلت المنطقة زحمة. في حاجة ما تزعلش، هي منطقة حية فيها حياة. حية مش حية، لكن هي زحمة. على فكرة القهوة كويسة قوي. شكرا. تقدر تقولي بقى منال مقموصة ليه؟ حقها. بنتي ما اتجوزتش قبل كده، ومن حقها انها تاخد واحد ما اتجوزش قبل كده. ايه الافكار البايخة القديمة دي؟ نعم ايوه، افكار قديمة وبايخة. وانا ممكن ارد عليها بكلام ابوخ واقول لك بنتك ما اتجوزتش لغاية السن ده يعني تبقى عانس، بس ده يبقى قلة ادب. شبه الكلام بالظبط اللي انت قلته من شوية. مش ملاحظة ان حضرتك واخده راحتك قوي في الكلام. انا كده ما بحبش ازوق كلامي. الكلام كده يوصل اصدق واوضح واريح. ما قلتش حاجه بس قلت يا حسن، قلت انا بنتي بنت بنوت وما اتجوزتش قبل كده، وانا ابني اتجوز قبل كده ومش ولد ولود، مش كده؟ فيها ايه يعني انه اتجوز قبل كده؟ نقص ايد؟ لا طبعا. نقص رجل؟ لا. طب مش كفاية إنه هو جالكم لغاية هنا في المنطقة الزحمة دي علشان يطلب إيد بنتك اللي أكبر منه؟ هو دي حاجة تعيبه؟ لا. خلاص قول لبنتك. لا والله هي حرة. خلاص خليها لك. والله لو لفيتوا على رموش عينيكم عشان تلاقوا حد في طيبة أحمد ابني ما هتلاقوا. لو سمحت لو سمحت يا ريمي، المشكلة مش إن هو اتجوز قبل كده، المشكلة إن هو ما قالش. هي دي المشكلة. هو كان هيقول، لكن أنت رغاية بلا 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 بلا. خلاص ما اديتهوش فرصه يقول. وبعدين انا قلت له سيبك منها، البنت دي رغايه، هو اللي مصمم. خلاص هو حر. ايه الدنيا اتربقت يا حسن؟ ما اتربقتش يا ريم، كلامك حلو. بابا وانا جايه لك لحد هنا وبقالي ساعه بتكلم وفي الاخر انت بتستخبي مني. اهي دي زي دي، صح يا حسن؟ كلامك لوجيك يا ريم. لوجيك انا اللي عندي قلته، وكان عندي صداع وقهوه حسن ضيعته. فرصه سعيده يا حسن. أنا أسعد بكتير والله يا ريم.
أنا مضطرة أمشي دلوقتي عشان مشواري صعب قوي وطويل والدنيا زحمة قوي عندكم. وصلك بجد لو عملت كده تبقى هايل. ثواني وأكون جاهز. منال، حسن ده لطيف قوي. أنا لا مؤاخذة من شبرا، يعني أجيبك وأوديك. إحنا مجاهدين بس صيع. عايز تبقى خليفة مبيعات قشطة، بس المصالح لازم تمشي يا أبو عبد الله. الحشيش لازم يطلع ويعدي، ما توقفش في النص يا أبو عبد الله. أنا لو وقف قدامي روس ولا أمريكان، وإحنا في الجهاد قدام وإنت على راسي من فوق وليك السمع والطاعة وأمين، لكن تمنع هتسمع وتشوف شغل حارة الليالي. خلصت؟ خلصت. أعرف مين اللي قتل المنصور وتسلمه لي، ساعتها بس هفتح الطريق. يا عم سهل، ما تقول كده من الأول. أم عبدالله، سلمي على عبد الله وادعي. وش يعني اسلم عليه وودعه؟ تريد تتركني هون للابد؟ امك يا عبد الله قتلت اخوك المنصور، قتلت ابني، والحكم من قتل يقتل. دي امي. قتلت اخوك. ايه دليلك؟ قدامك اهي قوية وهتقول قتلت ابني ليه؟ قتلت ابني ليه يا أم عبد الله؟ أخذت بثار أخوي. أنت قتلت أخوي وأنا قتلت ولدك، والخالق ما بيني وبينك. شفتها وهي إزاي وبتقولها في وشي قتلت ابني، قتلت أخوك يا عبد الله. لا أمي، لا لا، اوعى اوعى. في نفس المكان اللي قتلت فيه المنصور، هنا بالظبط. أمي اوعى، أمي اوعى، مني أمي لا اوعى اوعى. أمي شو ما بيت شو ما برمت، بويت دمومي جلاسيا برومشت، وابو خارت دودت ارامجرت.
تتجوزيني يا ريم؟ انت بتهددني يا حسن. اتجوزك عادي. بدك يا مبسوط يا حسن؟ عايش. طب هنتجوز فين؟ عندي في شقتي. طب لا. طب عندك؟ لا خلاص شوف لي مكان. ما نتجوزش عندي ليه؟ عندك بنتك وعندك دوشة وعندك مش ستايلي خالص. أنا بحبك أنت، مش هحبك أنت والزحمة والزلابية والشارع. أنا هجيب شقة منين دلوقتي؟ معرفش، أنت الراجل وأنت اللي تتصرف. أنا ما عنديش مانع إطلاقاً إنك تشوف لنا شقة صغيرة على قدنا، بس تكون في مكان لطيف، وما عنديش العقد دي إن أنا ممكن أساعد يعني شوي. بس أنا عارفة إنك معقد وهتقولي بصوت عالي لا أنا الراجل وما ينفعش، صح؟ من غير صوت عالي ولا حاجة، بس أيوه أنا الراجل وأنا المسؤول. خلاص اتصرف وشوف لنا مكان. إن شاء الله تشوف لنا استوديو صغير كده على قدنا، يبقى لطيف برضو. مش مشكلة، بس أنا حياتي كلها في السيدة، مرتبط بالمكان والميدان والجامع والقهوة. سو نشوف حاجة فيه في السيدة. خلاص شوف لنا روف يا حسن وأنا أخليهولك تحفة. روف؟ أيوه روف، يعني سطح سطوح، انتوا بتسموه كده علشان نطير يا حسن. اما حته فسحه ياه كان نفسي فيها من زمان. افتح التلفزيون بقى. اعمل ما بدالك، اللي يريحك اعمله. ايه ده؟ خدني جنبك. مش عارفه برد انا كده ليه؟ ايه مالك؟ مش عارفه نغزه كده جامده قوي. خدني في حضنك وانا حابه كويس. سلامتك يا حبيبتي. الله يخليك، ما تخافش. زحمنا برد ربيت شمولي مش ناوية أبعت لك تاني، لكن المرة دي مضطرة. خالتي خيرات الله يرحمها، قلبي معاك. عارفة إنه خبر ما ينفعش مع أي كلام تاني، لكن استحملني. الحق الباقي يا رمزي، الأعمار ما تضمنش. سلام. Thank you.
اهلا بالمجاهد المصري العظيم، والف حمد لله على السلامه. الله يسلمك. اسمي وحيد. ابو الفرج المصري. اسمك ابو الفرج المصري. الحمد لله على السلامه في وطنك الحي. الله يسلم. احكي لي عن مصر واحوال مصر. تعال تعال. العند ما بينفعش معايا مش انا قايل. طيب anyway، قبل ما الصحفيين بقى اللي انا عارفهم كويس دول يجوا بقى ويصوروا الحاجات دي، وقبل ما اخد ابني حبيبي معايا، انا حابب اقول لك كلمتين. اسمعي يا نجلة، انت ست كويسه طيبه وغلبانه. انا الحقيقه ببقى مطمن على ابني وهو معاكي، انه هياكل، انه هيشرب، انه هيروح مدرسه. لكن في حاجتين مش ممكن ابقى مطمن عليه وهو معاكي فيهم: مستوى تعليمه ونسبة ذكائه. عموما طلع لو عايز تشوفي في أي وقت تحت أمرك، هتستأذني بس من أمك كساب وخالتك نبيها الأول، وهم اللي هيسمحوا لك إن تشوفي في أي وقت. للأسف طبعا النفقة هتتقطع عشان انتي ست متجوزة، وما يصحش برضو أصرف على البرنس اللي انتي متجوزة. الراجل المرهم البلسم ده شكلنا احنا التلاتة هيبقى وحش قوي. طيب وعموما برضو لو اتطلقتي احتاجتي أي حاجة أنا تحت أمرك، بس ده لو اتطلقتي. اوكي يلا وصل ماما. لا في الهوا بس. نهارك سعيد. يلا منك لله طار يا كساب، بس مراقبة انت ابوي لحقت عمرك بعد توقعي يا نبيها. نبيها تفرمك. خدنا الواد من عينيكي. اوعي خز عينيكي دوابك. تعالت أصوات النداء إلى الجهاد، فما كان منا إلا أن نلبي حتى ننتصر ونرجع لأهلنا وأرضنا قريباً إن شاء الله. أنتم الصفوة، بكم تقوم الدولة. الأيام القادمة فيها مهام عظيمة للذئاب المنفردة، كل واحد فيكم يقدر يزعزع كيان دولة بحالها من دول الضلال. كل واحد فيكم في لحظة هيكون قنبلة تنفجر في كل عدو، ومش أي عدو، يعني لحظة استشهاد كل واحد فيكم هيعرف إنه بألف منهم. ولغاية لما تيجي اللحظة دي ليكم كل المخصصات والامتيازات، يعني الأعزب يتزوج والمتزوج يزداد وتزداد المخصصات. ليس لكم إلا العبادة والحراسة حتى يحين موعد باب الجنة. إحنا بنبني دولة هتورث الأرض، دولة مؤيدة بأقوى القوة، مؤيدة بالله. وفقنا الله لما يحب ويرضى. جاهز يا بطل؟ الله كريم. كل عام الله. عموما الرحلة أنت عارفها وأنا خلاص واثق فيك. إن شاء الله أسبوع بالكتير وهنلاقيك اقرب واحد لصاحبنا باذن الله. لا وانت معاك دلوقتي سي في محترم ارهابي درجه و... والله ما مصدق ان انا بقول الكلام ده معاك. لا وتبالغ بقى في بطولاتك عشان هو بيحب الكلام ده. يعني اوصل بالمعر لاخره مع احترام ذكائه طبعا. الله المستعان. ربنا معاك ومعنا كلنا. مولانا الخليفة شيخ رمزي. ايه المطلوبة؟ ولا حاجة. تيجي معنا بهدوء قبل ما الرصاص ده يملى جسمك. Now I trust you. ايه
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لينا طلبات ما يقدرش عليها إلا أمير المؤمنين. محتاج تجاوب على شوية أسئلة بسيطة، ومحتاج تتدرب تدريب جديد مناسب للنشاط الجديد، فأنت مدين لنا بحياتك الآن. أنا طلباتي محدودة وأنت تقدر تحققها. صوت عارفه كويس أوي. وكان عندي إيمان ويقين إن أنا هسمعه تاني. أول حاجة، إزاي هتخرج من هنا وترجع هناك؟ هتقول إيه للخليفة الجديد؟ نمير، إزاي هربت من الأمريكان؟ دي لوحدها بطولة، كوماندوز وأسلحة، وأمير المؤمنين من غير سلاح قدر يقتل ويهرب ويرجع محل حكمه. أنتوا بتعتبروها عندكم معجزة؟ كرامة؟ فروسية، بطولة، رجولة، لكن حكاية الكرامة دي ملهاش علاقة بينا. احنا مش درويش، واكيد انتم محضرين سيناريو. احكي لي. في تفجير حصل في الشام، مات فيه ابو عمر الدمشقي، واحنا لازم نتحرك عشان نلحق مجلس الشورى، بس بعد بروفة صغيرة. الو، اسف ان انا بتصل في وقت زي ده. انا عادل. عادل؟ عادل بيه؟ تحت امرك. في الحقيقه احنا محتاجينك ضروري. مش محتاج اقول لك ان المكالمه واللقاء اللي هيتم منا هيكونوا سر. دريتك قلقتني. لا خالص، دي احتياطات طبيعيه. ممكن اقابل حضرتك بكره الساعه 5 بالليل 12 شارع 15 في المعادي. حاضر، بانتظارك. ده آخر تحذير ليك، لو فكرت تلعب لحسابك إيه الشخصي، أنت عارف مصير اللي قبلك. تفجير وهمي، الوصول إلى كهفك عشان تشوف هتعمل إيه بقى مع الخليفة الجديد. ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قول لي مستر رمزي، مين أقوى؟ إحنا ولا إيمانك؟ إيماني هو اللي بيسخر لي الأقوياء يا سادة العالم. قال مين ده اللي عايزني؟ عبد الله على السلامة. عندك يا فندم. عندك عندك. اتفضل. على فكرة ما ينفعش كده عادل بيه، إحنا اللي مستنيينها، إحنا. أنا تحت أمر عادل بيك. يعني ايه؟ يعني الهل الموضوع معانا يا استاذ طارق. معلش، اتفضل يا انت، اتفضل. معلش ايه؟ ده مش فير، ده مش فير يا عادل بيه، ده مش فير. بالعكس، ده هو ده الفير نفسه يا استاذ طارق. وطبعا مش محتاج ان انا افكرك، مفيش اي تلميح ولو من بعيد عن ان الهانه دي كانت موجوده في مصر او جايه. دي نصيحه بقى. عيب عليك، نصيحه ايه؟ احنا اصحاب واخوات. ده امر. في جهة تانية غيرنا، هو ده دورها، أخذت الإذن الخاص بمراقبة الإيميل بتاع رمزي.
كويس. الجهة التانية دي هي اللي هيقعد حد منها مع حضرتك بعد شوية، وهيطلب منك الطلب اللي هم هيطلبوه. أنا بقول لك الكلام ده بس عشان تبقى مطمنة. تشكر، بس أنت كده قلقتني أكتر. لا لا خالص خالص، مش أي حاجة تقلق خالص. كل واحد فينا له اختصاص، وكل واحد فينا بيحاول يخدم في الاختصاص بتاعه بالطريقة اللي يقدر عليها، وفي الآخر كل ده بيصب في مصلحة الجميع. وفي الأول وفي الآخر هم هيقدموا لك عرض، تقبليه ترفضيه براحتك تحت. أنا عارفة وموافقة، بس أنا ليا طلب واحد بس، هو مش شرط، هو طلب ورجاء بس هيفرق معايا كتير. بقى مشكلة؟ إيه ده؟ ده حكم المحكمة وتفاصيل التحقيقات في قضية التفجيرات التلاتة، دهب ونويبع وطابة. هتقدري تعرفي منه ليه بالظبط كان دور رمزي في اغتيال عصام الله يرحمه والناس اللي كانت معاه. الله يرحم الجميع. أنا آسف إنك أنت هتقري اللي هتقريه. قدامك ساعة على ما تشربي العصير. الحقيقة ساعات بيكون طعمها وحش. بس حقايق، هنعمل إيه؟ على إذنك. ايه يا بابا؟ كلموا امك يا طارق. يا طارق الواد مش عايز ياكل ولا راضي يسمع الكلام. طيب يا ماما اتصرفي، ربوه زي ما ربتوني. يا اخويا وانت حد كان بيقدر عليك؟ طيب. طب انا انا هخلص شغلي يا جماعه. ممكن ما حدش يكلمني لغايه ما اجي؟ عشان عندي شغل كتير. وركبتها امتى العربية من ورانا؟ وفي السن ده انت محتاج فلوس يعني يا بابا؟ المهم العربية، الراجل مدينا امانة، المهم سلامتك. خلاص يا بابا انا اتصرفت، ارتاح انت بقى. وطبعا حضرتك اللي شجعته على كده. هي كلمة حضرتك دي بحبها منك قوي يا وفاء. العربية تنساها. المهم دلوقتي تستريح وتخلي بالك من نفسك. انا كنت ماشي في امان الله، لقيتها طلعت في وشي. هي مين دي اللي طلعت في وشي؟ خيرات. انا شفتها اتبرجلت. خيرات؟ واحده شبهها يعني، تحصل عادي. ابوكوا ما اتجننش ولا حاجه، دي عشره عمر يا بنتي، فاش حاجه يعني لما يتخيل بيها. والله العظيم ايه يا حسن؟ صادق يا حبيبي صادق، ارتاح انت بس وكله هيبقى زي الفل. الله صحيح يا خير، هو انت صحيح اتجوزت؟ ده بعد اذنك طبعا. اتجوزت واختك لسه ميتة؟ يا حبيبتي اختي ماتت وانا اتجوزت. عايزة حاجة؟ الجواز والولادة والموت ده اقدار يا بنتي، مش قلة ادب ولا قلة قيمة ولا حاجة. انا ما قلتش كده. مش لازم بلسانك. عارفة ايه قلة الأدب يا فوفا يا حبيبة خالك؟ إن خالك يتجوز وأنت ما تحضريش، كأنك بالظبط ما جتيش عزايا، عشان ده واجب وده برضه واجب. روح قلب خالك. Oh,
ازيك يا شيخ نمير؟ ليك وحشة والله. ولا أقول لك يا مولانا الخليفة؟ الهدف من شغلتنا إننا ما نبقاش رد فعل، وزي ما حضرتك عارفة هما بيتطوروا يوم بعد يوم في الأسلحة والوسائل والاتصالات، واللعبة كبيرة كبيرة قوي. بس إحنا بقى عايزين من حضرتك أهم خطوة في اللعبة كلها، عايزين رمزي عبد الستار كله على بعضه كده يجي مصر. وأنا اللي هعمل كده؟ ده وقدود. إزاي؟ دي القصة، ازاي تتواصلي معاه وتقنعيه انك انت في حال صعب، وتوصليه انه يحاول يقنعك انك تسافري له، وتسافري له امتى وفين. مشوار طويل، بس اخره ان رمزي عبد الستار يكون قاعد قدامي كده مكان حضرتك بالظبط، وساعتها بقى نساله ونحاسبه، واللي ليه حق ياخده. الحقيقه انا ليه حق، وليه عنده كتير قوي، بس مش واثقه اذا كنت اقدر اعمل كده ولا لا. أنا مدرسة عادية خالص، يعني مواطنة زي أي حد ماشي في الشارع كده، مش متدربة على أي حاجة. ما تقلقيش، دي شغلتنا. والدي اللي ملوش غيري ده، خطيبي يعني الموضوع صعب ومش سهل. أنا مقدر والله، ومدرك إن التعب مش سهل، بس زي ما حضرتك عارفة إن السرية شرط أساسي، وزي ما عادل بيفهمك مفيش ضغط من أي نوع، وحضرتك من حقك ترفضي تماما. لا لا، مش هرفض. الشيخ أسامة لا يفتش. جيت على قدر يا أسامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الشيخ رمزي في انتظارك يا أبو. صحيح أنت أبو إيه؟ يسميني الشيخ رمزي أفضل. طب أنا أتخبي على الكل. تخبي إيه؟ وليه؟ إيه القصة؟ القصة واجب وطني محدش يقدر يعمله إلا بنت الأستاذ حسن اللي ربنا على القيم المحترم. هو اللي هو إيه يعني؟ مش معنى منال؟ هقول لك يا أبو حسن، شاء القدر إن رمزي يكون ابن عمة منال، رمزي اللي هو جاري وصاحب عمري، بس رمزي دلوقتي بقى خطر، بقى مؤذي وبقى مطلوب، كان لازم ان احنا نوصله من ناحية علشان يتحاسب على الحاجات اللي عملها قبل كده، ومن ناحية تانية علشان نحمي نفسنا من الشر اللي ممكن يكون بيحضره. مفيش كان قدامنا وسيلة ان احنا نقرب منه غير منال. منال هي اللي ممكن تقربنا منه، من ناحية لأنها كانت خطيبته، ولأنه مازال يعني كما هو واضح متعلق بيها، فكان لازم نطلب منها ده بعد ما وفيتها. طبعا بعد ايه؟ وفيت يا عم حسن، دي أصيلة وبنت أصول، وفيت طبعا. أنا الحقيقة طلبت منها أن يكون الكلام ده في السر، بس واضح أن طلبي ده عمل مشاكل، أنا بعتذر عنها. لا بس وفيت ليه؟ مش قصدي يعني ان الطلب غلط، بس خطر. من العائلة وحضرتك خيرتها، في حاجة ناقصة. عرفت يا بحسن. عرفت ايه؟ عرفت مين اللي كان ورث الشهادة عصام الله يرحمه. مين؟ رمزي؟ أنا آسف، أنا فوضت أمر الله من زمان، وعارف إن ابني في الجنة. مكنش في أطيب منه، بس عزقنا دلوقتي إنه مفيش مكان أفضل من اللي هو فيه. بس أنا ابني راح لنفس السبب اللي أنت عايز تعرض منال لي، نفس الخطر. مين تتحمل كل ده؟ كلنا يا عم حسن، الحمل على الكل، بس المرة دي خطة واحنا اللي حطينا، وهنكون جنب الأستاذة منال
لحد ما ترجع بإذن الله بالسلامة ومعها المطلوب. ترجع بالسلامة؟ هي كمان هتسافر؟ طيب أنا هل بجيبه إزاي وأقنعه إزاي؟ سنين وأنا بتحايل عليه وأطمنه وأقول له ربنا كبير وموجود وابني في الجنة. طب المرة دي هقول له إيه؟ أنا بقيت في آخر أيام يا ابني وقلبي ضعف ضعف قوي. المرة ديك صح يا عم حسن، والله ده كلامك كله على دماغي من فوق. بص يا عم حسن، رغم أهمية الموضوع وخطورته، لو قلت لي أوقف كلمة شرف مني هوقف كل حاجة. ده قراري أنا ولا قرارها هي؟ قرارها وقرار حضرتك. مش عارف يا ابني، ربنا اختباراته مش سهلة. مش عارف، وافقتها حطتني في مزنق. هي أجدع مني يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يستر ويحفظها من كل شر ويحفظكم معاها. أمال أنا بقول إحنا تربيتك ليه؟ أستغفر الله يا عم حسن. ها؟ إيدك بوسة. عشان أنت يا عم حسن الأب اللي فاضل لنا كلنا. ربنا يخليك لينا. ربنا معاكم يا حبيبي. الميت مجاهد موافق عليهم، بس يتقال ان هم اجانب مسلمين. شور مسلمين مجاهدين شديد الايمان. والاعلان الرسمي باني الخليفه في نهايه الرحله القادمه يا امير المؤمنين، وبكاميراتنا هنصور مبايعه الخليفه الاوحد. اتفقنا. يخشوا المعسكر على دفعات، يتقال ان هم هربانين من بلادهم وإن إحنا الملاذ الآمن. إحنا بس بنقول الفكرة، لكن السيناريو ده تخطيط مولانا. ماشي. الاتفاق ده سري بيني وبينك، مفيش أي حد يعرفه ولا حتى نمير. ضن مكانتك محفوظة يا صديقي، بس ما تنساش الطلب الأخير. ولسه في طلبات. الطلب الأهم الرعب يا شيخ رمزي، رعب ما تشافش قبل كده. قصتها معاك. وحشتني الدوشة قوي يا حسن. الدوشة بس؟ لا، وشخيرك كمان. ايه ما بيحصلش. بيحصل، والله بيحصل. في أول الليل بس. لا، طول الليل. أنت عارف لولا الدوشة دي كانوا الجيران سمعوك وبلغوا عنك البوليس. أمال أنا قلت لك نتجوز هنا ليه؟ أهو دمك الخفيف ده هو اللي خلاني أسامحك. وقلبك اللي بيسامح ده هو اللي خلاني احبك. يا رب يا رب صفي نيتي وجعل فعلي لوجهك الكريم، مش انتقام لاخويا، لا لا يا رب لوجهك تعالى. وكأن كل حاجة اتمنيتها في حياتي رجعت لي في لحظة، لأن كل حاجة اتمنيتها كانت هي انت يا منال. فرحتي بتوبتك ورجوعك للحق كأني دخلت الجنة وأنا في الدنيا. أنا مسامحك وقابل رجوعك، وعارف ومتأكد إن جواكي خير كبير وإيمان وإسلام حقيقي. مفيش مستحيل فعلا مع الصبر، وما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. سيرسل إليك قريبا إيميل مختلف وعنوان مختلف وطريق أيضا للحياة وللجنة، طريق جديد مختلف
يا حبيبتي وبنت خالي، ومن عارف ايه كمان في المستقبل الذي يبدو ان الله سيجمع فيه الاحباب، ويكون رهاني صح، وتكوني انت زي ما قلت فيك زمان، كوني خيلا يعدو بي في عمر اللحظه صحراء كبرى تفصل بين الله وبيني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لقد ابتليت بهذا الأمر العظيم، لقد ابتليت بهذه الأمانة، أمانة ثقيلة، فأوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم. فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني وأطيعوني ما أطعت الله فيكم، وإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وأوعدكم بما وعد به الله عباده المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صدق الله العظيم. طمني سيادتك، بس رجالة رجالة الحمد لله. لا وإيه؟ مولانا الخليفة في حراسة مين؟ وحيد وأسامة. الحمد لله، ربنا يحفظهم. امين يا رب. وصلني كمان يا فندم ان وحيد بقى في قلب مركز الاتصالات بتاعته، بتاع الخليفه نفسه. الله، امال فين دراع اليمين؟ لا نمر مش وقته خالص، ما بقاش على هواه دلوقتي، سابه في كابل. ما ينفعش في اللحظه دي حد بقوه نمير يبقى جنبه دلوقتي، وخصوصا ان بسلامته بيفتح السكة للدم الجديد للكوادر الشر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش تقول لنا انك معاك ضيوف يا عم حسن؟ تعال اتفضل اتفضل. صباح الفل. صباح الورد. ايه ده يا عم حسن؟ ايه؟ شجرة السنة الجديدة. كل سنة وانت طيب يا عم حسن. ربنا يجعلها سنة خير وبركة. بس ده حرام يا عم حسن. ما يصحش يعني. ايه اللي حرام؟ ايه اللي حرام؟ الشجرة دي يا عم حسن مش بتاعة المسلمين. حرام، فيها تشبيه. ايه يا ابني؟ في شجر التفاؤل بالسنه الجديده ليه يعني؟ هي بتطرح تفاح ولا برقوق؟ استغفر ربنا كده يا عم حسن وروح رجعها. بس يا سيبك منا يا عم حسن. او اسال برضه يا عم حسن، يعني هتخش النار على شجره؟ مش مستاهله انا يا جماعه ولا ايه؟ والله لو كل واحد اتشغل باخرته زي ما بيتشغل باخره غيره كنا كلنا دخلنا الجنه. معلش يا عم حسن، ما تزعلش نفسك. صحاها اديها الجبس هيتبسط. صدق بالله انت ما تقعدش معاك اصلا. السلام عليكم. استنى بس استنى بس عم حسن. عم حسن ماله جرجس بقى يا استاذ مصطفى؟ كل سنه وانت طيب يا جرجس. لا حرام، ما تقولوش كده. ايه ده اللي حرام؟ حرام يا عم. حرام؟ الله يسامحك. على العموم يعني انا كنت جاي اسلم عليكم عشان مسافر اسكندريه، عايت هناك بالمناسبه. سنة وانتوا طيبين. طب يا عم خلاص ما تقفش كده، ما انت رايح تتبسط اهو وتشيص وتلهيص. هتوحشنا يا رب. كل سنه وانت طيب يا جرجس. انت طيب يا استاذ ربيع.
أظهر إليكم في موعد غير اعتيادي، لأن ما حدث هو شيء غير اعتيادي، حدث جلل حزين، كنيسة القديسين وانفجار كبير يحصد العديد من الأرواح البريئة، ذهبوا للصلاة والاحتفال ففاجأهم القتل والدماء التي سالت على ملابس العيد. قلبي نور يا بنت خالي، قلبي نور. الحمد لله على كل حاجة. انت عامل ايه؟ دلوقتي بس حسيت ان انا خليل. دلوقتي بس فهمت معنى الآية وآتاه الله الملك والحكمة، كأن ربنا اداني كل حاجة لما شفتك. اشمعنى هنا؟ عشان تشوفي حدود النفوذ والخلافة من سوريا للعراق ولسه الباقي لحد مصر بإذن الله. يا مصر كمان، وانت البشارة. تفضلي تفضلي تفضلي. ساعة أقل من ساعة وتبقي زوجة أمير المؤمنين شرعا. لا يا حبيبي، لا 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 لا, 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 لا. حتى لا اللي بعدها يا حبيبي طعمها حلو. الأمور ما بتتاخدش كده، لازم أتكلم وتسمعني وتتكلم وأسمعك. دي سنين كتيرة قوي يا رمزي. لو في أمان يا منال والوقت ملكي، والله لأسمعك العمر كله. رمزي، أنا مش هتجوز كده. كده اللي هو إيه بس؟ أنت هتتجوزي أمير المؤمنين، هتتجوزي ابن عمتك، خطيبك وحبيبك. الدعوة لنا دعيتها لربنا واتمنيت عليه وشايفها بتتحقق قدامي. ترضاها لي يا رمزي؟ بعد كل ده؟ ترضاها لخالك حسن؟ طب ترضاها للحب والعشرة والسنين؟ أتجوز غريبة بعيدة عن أبويا وأنا اللي أجوز نفسي؟ ترضاها لي؟ هو يجوز طبعاً لو... لا يا حبيبي، ما فيهاش يجوز. لا، أنا مش أسيرة حرب ولا ملك يمين، أنا بنت ناس يا رمزي. وأموري وكل طلباتك مجابة. طلبين أهيف من بعض، أعرف اللي فات وأطمن على اللي جاي. طب طب دي رمزي يعملها إزاي؟ هأعرف اللي فات. رمزي خطيبي، اتجوز مين وكام وخلف كام وحب مين، واطمن على اللي جاي اني اتجوزه بالطريقه اللي ترضيني بعد العمر ده كله. طب ليه بس يا منال؟ ما نخلي اللي هو الاهم ونبني عليه. طمني يا ابن عمتي، طمني، لان انا قلبي خلاص ما بقاش في حاجه تطمنه. حاضر. معقول؟ انت اللي طلبت تسمعي وانا ما اقدرش اكذب عليكي. عبد الله هو اللي حلتي دلوقتي من الدنيا، وحليمه عرضت عليها الطلاق ورفضت، ده حتى قبل ما تبعتي لي وهي قاعده دلوقتي في كابول. لما انا ما توقعتش منك ولا ممكن اطلب انك تعمل زيي. لا، ما ينفعش طبعا الامير يبقى عازب، يعني ما يصحش. طبعا
انت ما عملتش ده علشانك، انت عملت ده عشان المجاهدين. ليه بس السخريه؟ حتى الوش الحلو ده مش لايق عليه السخريه. انا اسفه، انا ما قصدتش خالص. انا كده اطمنت قوي قوي على اللي راح. فاضل بقى المستقبل اللي واضح ان خطتك ليه جاهزه. انا قلت لك كل اللي هتطلبيه انا هنفذه. ماليش ضر يا رمزي. حاضر. واتجوز في حضور والدي وبموافقته كمان. طب ودي اعملها ازاي؟ انت امير المؤمنين، اتصرف يا امير. حاضر يا منال، حاضر. بجد؟ حقك يا بنت الناس. نكتب هنا ونخش وبعد كده نسافر على مصر نقابل خالي حسن وناخد مباركته ونعمل فرح كمان. لا لا لا، مفيش كتب كتاب ولا دخل هنا. فين السمع والطاعة يا منال؟ سمع وطاعة في حق يا رمزي وفي الأصول؟ أفكر عشان خاطرك بس. أفكر. أبو الفرج، انده أبو غريب وتعالى. أمرك يا مولانا. احنا هناكل مع بعض النهاردة. لا يا مولانا، نسيبك براحتك. لا لا لا، عشان تحل البركة. اقعدوا اقعدوا. كم حارس على البوابة؟ أكتر من 20. 23. بس مفيش زيكم يا مصريين. أبو الفرج وأبو غريب. مصر وحشتنا أوي والله يا مولانا. لما بقعد أتكلم معاك وبحس إن أنا رجعت. عارفين يعني إيه الجهاد فرض عين؟ يعني ضروري. عايزين كلام علماء. لا، لو كلام علماء يبقى ما نعرفش. يعني واجب على كل مسلم دون استئذان، لا أب ولا أم ولا أخ ولا حتى ولي الأمر، يذهب للجهاد فورا. مين بقى بيعرف يعمل كشري؟ أنا، كشري ده لعبتي. يبقى كشري النهارده. عارفين ليه أنا اخترتكم؟ علشان تحرسوني شخصيا. عشان لو شاء القدر والأمريكان أو غيرهم وصلوا لي وحان الأجل، أنتوا اللي تقتلوني. شو ده امر؟ اوعى تدوا الشرف ده لعدو بيه. اللي هيتمني برصاصه قبلهم ده هو اللي بيحبني. فاهمين؟ فاهمين. مش عايزه اجي لك. المهم ان ربنا نجاك. بعد اذنكم يا مولانا، اعتقد ان المكان هنا ما بقاش امان، لازم نتحرك حالا. ونمير؟ نمير نحتسب عند الله شهيدا. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. وحشتني. بص بقى، حكايه باكستان دي خلصت خلاص، دي كانت مرحله. واكيد علموك كل حاجه انا طلبتها منهم، الاسلحه والمتفجرات. مظبوط. ايوه. دلوقتي بقى مرحله تانية خالص. ازاي بقى نحول الصبي القوي ده لخليفه المسلمين؟ انت امل كل المسلمين يا عبد الله. انت املي. فاهم يا حبيبي؟
بان عليه هرب، بان عليه هرب من الشعب التونسي، بان عليه هرب، بان عليه هرب، بان عليه هرب، بان عليه هرب. المجرم هرب، السارق هرب، السفاح القاتل هرب. بان عليه هرب، بان عليه هرب. افرحوا يا توانسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة تونس. السؤال الآن، وماذا بعد تونس؟ ذلك هو السؤال الذي لا بد منه. هل تكون الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة تونس، أم أننا لسنا مثل تونس وأن لكل بلد خصوصيتها؟ وهناك من يقول أن الصرخة في تونس سيتردد صداها في عواصم أخرى، لكنني لا أتردد أن أقول أنني سعيد برشا برشا لإخواننا في تونس، سعيد برشا بثورتكم هذه، سعيد للتوانسة، سعيد بثورتكم. وبن علي هرب، ابقوا معنا. أنت عارفة أن العراق دي أكتر بلد شبه مصر، فمرة كده هجيب عربية مكشوفة ونلف العراق كلها، هتحبيها أوي. مش عايزة حاجة من الدنيا دي غيرك. العمر سرقني ومش هكمل حياتي غير بالطريقة اللي أنا عايزاها، ومش هتنزل عن أي حلم حلمت بيه قبل كده. عارف اللي ما صعش وهو صغير وقرر أنه يصيع وهو كبير؟ أهو ده حالي دلوقتي، بس بالحلال وبشرع ربنا. اتجوزني يا رمزي. ايه؟ اتجوزني. انا اللي جاي اقول لك اتجوزني. منال حسن اللي كرامتها عندها اهم من قلبها. اللي عارفه ان انت متجوز واتجوزت كتير، بدوس على اي حاجه وكل حاجه بقول لك اتجوزني. بس انت بقى ما تدوسش عليا اكتر من كده. اللي انا فيه ده مش حب، ده موت. أنا بموت فيك. إيه؟ إيه؟ إيه في إيه؟ جنبي، جنبي. أنا جالي قبل كده وجع في الكلى، والدكتور قالي لازم أعمل تحاليل، بس أنا طنشت، بس الألم دلوقتي مش محتمل. أجيب دكتور حالا. لا 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 لا، مش قادرة، لازم توديني مستشفى رمزي. أبو الفرج، أبو الفرج. خير يا مولانا؟ في إيه؟ لازم ننقلها مستشفى حالا. هتعرف تعملها؟ هعرف بعون الله. رمزي، بحبك. بعشقك. هو انت هنا بجد ولا انا بحلم؟ انا هنا بجد وانت مش بتحلم. جيت عشان اطمن عليكي، وان شاء الله هتقومي بالسلامة وهترجعي لي. وهنتجوز، وهنشرب شربتنا. وهنشرب شربتنا. دلوقتي نفسي نشرب شربتنا انا وانت. دلوقتي نفسي. من هنا، من هنا. اتنين عصير بسرعة. دواتهم أولا. بسرعة. سمعنا الطارق. خيالا. شفت الموت بقى. شفت الموت بعيني يا رمزي.
وشفت بابا خالك حسن، وشفت عمتي خيرات الله يرحمها. الله يرحمها. وشفت عصام اخويا الله يرحمه، فاكره؟ طبعا طبعا فاكره، الله يرحمه. كان صاحبك وحبيبك مش كده؟ تفضل يا مولانا. بحبك يا رمزي، بحبك قوي. ساعة القدر يكمل المرسوم على يد الحبيب. بحبك. عبد الله على السلامة. الله يسلم. مش قلت لك ارجع؟ مش كنت رجعت بمزاجك احسن؟ مين عارف؟ ربك سبحانه وتعالى هو الوحيد الاعلم مين رجع ليه. اه بس انت رجعت عشان احنا جبناه. يتهيأ لك. شوف يا رمزي، انت دلوقتي راجل امير المؤمنين، راجل كبير بقى وعارف معنى الكلام كويس. انت كلها كام يوم مش هتبقى تبعي، هتروح في قضيتك والقضاء هيقول كلمته. كل اللي هي عندك خلال الكام يوم اللي احنا قاعدين فيهم مع بعض حلو واحد بس. خالد اتقتل بامر منك ولا لا؟ تفرق معاك يعني الاجابه دي؟ جدا جدا فوق ما تتخيل. عايز اشوف لحد فين عقيدتك دي لخصت عليك دم اهلك وصحابك. ولو جاوبتك هتجاوبني؟ لو جاوبتني بصدق هجاوبك على اي سؤال انت عايز تساله وبصدق. انا السبب ضاعت بنتك يا حسن. هنيت عليك منال، بنت زهيدة تطلع من الدار للنار كده ليه كده يا ابو عقل موجود؟ كان فين عقلك بس؟ بحبك يا رب، بحبك يا رب.
لسه في العمر بقية أشوفك فيه يا أبو عصام. تحب نبدأ منين؟ مطرح بتحب؟ مرت السيدة مثلاً. مرت السيدة. أربع أطفال شايفين إن هم العالم. بالظبط. مين بقى قال إن العالم بتاعك هو اللي صح؟ والله أنا شايف إن هو عالم معقول، ما فيهوش شطط ولا تطرف، بيحلم بالعدل، ماله؟ لا يا ابني سيادة المستشار، ده اللي أنت مصدقه. بس في عالم تاني بقى. ربنا هو اللي صنعه، ونزل قانون، ونزل الكتاب نقراه ونحفظه ونطبق كل اللي فيه. والعالم ده يسمح لك إنك تقتلني؟ العالم ده يسمح لك إنك أنت تقتل جارك، صاحبك، ابن خالك؟ تعالى بيها. قضية قدام الوالد الله يرحمه قاتل، وكل الأدلة بتقول إنه قاتل، هيحكم بالإعدام حتى لو جاره أو قريبه. أيوة ليك بتقول أدلة، في مرجعية بنرجع لها، ده غير الضمير الشخصي اللي المفروض كلام ربنا أصلا يبقى جواه. إحنا بنحكم بالشريعة ومطمنين ليها أكتر من القوانين الوضعية اللي حاططها بالنبيين. لا يا رب، بتحكموا بالتأويل، تفسير شخصي، والتأويل ده خطر قوي يا عم رمزي، خطر جدا، لأن أنت كإنسان ما أنتش محسوب من الخطر، وما أنتش نبي، فممكن جدا تأويلات حضرتك دي مثلا تتسبب في قتل شخص تكون أنت أصلا بتكرهه، أو بتغير منه، أو حكمت عليه غلط، وساعتها بقى دماغك هتجيب لك أي دليل، 100,000 دليل، بس على مزاجك. مش كده بنقول ايه؟ تأويل خطر وخطير، لأن فيه هوا. الهوا ده بتاعكم انتوا، اللي بتسجنوا بالهوا وبتحكموا بالهوا. احنا اللي بيحكمنا آية وحديث. الحديث والآية دول بتوعنا كلنا، انما اللي عندكم انتوا هو تفسير معين خاص ليكم للآية وللحديث. ماشي. طب ايه؟ احنا الاثنين في السجن، ايه الفرق؟ مين اللي في السجن؟ انت في السجن، انا جاي اتكلم معاك كلمتين وبخير. انا اللي بفتح السجن، وانا اللي بقفل السجن، وانت اللي مسجون. الدنيا على العموم سجن المؤمن وجنة الكافر. انا كافر يا رمزي؟ كافر على كده؟ انا برضو اللي ده عليها دم اهلي واصحابي. ده عليها دم كتير قوي، تعدش. خلينا نرجع ورا شويه. مين اللي حاول واجتهد؟ ومين اللي فضل مسجون؟ مين المسجون؟ انت في كل لحظه انت مسجون، ماشي تحت الامر. الله يساعد، بتصعب عليا. مرتب ايه واوامر ايه اللي عامله فيك كده؟ مرتب واوامر؟ ومين اللي بيتكلم؟ انت اللي بتقول كده يا رمزي؟ يا عم عيب عليك يا حبيبي، ده انتوا مفيش حد فيكم بيخش الحمام الا ما بياخد امر من اللي فوقيه. هو يا رمزي ده انت ليك كان اصغر ضابط امريكاني ممكن يديك اوامر. مسخرين لينا. مسخرين ايه؟ مسخرين ليكم؟ ده مصدق اللي بتقول؟ توب يا عمي، توب، ارجع لربنا. مش جايز يا اخي تكون غلطان، مش عيب. راجع نفسك وارجع لربنا. القاتل بيقول لراجل القانون توب، ايه العبث ده؟ انت رجل قانون، بس انا رجل الله، انا خليفة المسلمين، انا ظل ربنا على الارض، وبديك فرصة دلوقتي انك تتوب قبل ما الآية تتعدل واحكم عليك بنفسي. يا رمزي انت رحت هناك خالص. لا بص يا رمزي، أنا مش شغلتي إن أنا أثبت لك إذا كنت مؤمن ولا لا، أنا شغلتي واجبي إن أنا أحمي البلد دي، أحميها من أي ضرر، أي خطر، من أي عدو. وأنت دلوقتي يا عم رمزي شايف إن مصر مش بلدك، وشايف إن المصريين إحنا كده كلنا مجموعات من الكفار وبتعدينا، بقيت عدو.
وانا شغلتي يا رمزي ان انا اقضي على اي حد يعادي البلد دي. وخلص الكلام كده يا امير المؤمنين. برضو يا حبيبي. لا انت ما عرفتش. خيرت ماتت وانا مت بعدها، بس مش باين عليا. بس لو مت انا مش هقول عشان تفضل ما تعرفش، لان انا لو مت برضو وانت عرفت وما جيتش هزعل منك قوي واغضب عليك. أنا مش عايز أموت وأنا زعلان منك وغضبان عليك. أنا عندي حجتي يا حاج. مفيش حجة يا حبيبي. طب ارضى عني. وأنا راضي عندك. هيفرق في حاجة؟ هيفرق كتير. لا مش هيفرق. أنت اللي صح وإحنا اللي غلط. إحنا اللي عايشين في ضلال. ويمكن نكون كفار. ما تضحكش على روحك. رضاي وزعلي ما لهمش لازمه. ده انت ابويا ورضاك مهم قوي. انا كل اللي يهمني انك رجعت وجيت هنا. اللي يعملوا بقى ربنا انا راضي بيه. المهم انك هنا. طب عشان خاطري ارضى عني. والله يا ابني كنت محضر لك كلام كتير عايز اقوله لك. انا مش سمعتش منك. اقعد معايا شويه. معلش يا حبيبي، الظاهر ان صوتي اتنبح من كتر ما كنت بندع عليك والتلفزيون واطي. كنت بندع عليك بعز ما فيا بس في سري. اقول لك يا رمزي ارجع، ربنا يهديك. يا رمزي ارجع، امك عيانه. يا رمزي ارجع، رجليا وجعاني. يا رمزي ارجع، اختك وفاء مزعلاني، اخوك بيجي قليل، امك ماتت. كنت بتسمع ولا بترد. ودلوقتي انت رجعت، مش ده الكلام اقوله لك. الكلام خلص يا ابني، ربنا معاك. لله الامر من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل ومن بعد. أرجوك يا عادل، أنا عمري ما طلبت منك حاجة قبل كده. يا طارق بقول لك صعب. أنت بتهزر يا طارق. انترفيو ايه اللي هتعمله مع رامز يا حبيبي؟ انت مش فاهم احنا في الظروف عامله ازاي دلوقتي؟ انت فاكر ان احنا زي اصحابك الامريكان اللي مش عللوها ويقعدوا مروح على قلبهم؟ بقول لك احنا في ظروف صعب، افهمني بقى. لا افهمني لو سمحت يا طارق، عشان كمان مش صح قوي التسخين اللي انتوا رايحين في اي سكه بالظبط. الدنيا عماله تتقلب، يعني نلم المسائل شويه ارجوك. حاضر 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 حاضر، بس انا اوعدك ان هم يبقوا 5 دقايق بس، ولا تسجيل ولا ورق ولا قلم. واحد بيقابل صاحبه يا سيدي وخلاص. صعب صعب يا طارق، طارق صعب. ما هو الصعب ده تسهله لنا عادل بيه. طب بص كده احنا هنتكلم كلام رسمي بقى. انا هقدم الطلب بتاعك، جت الموافقه هبلغك. اوكي ما نتحرمش من معاليك ابدا.
كتر خيرك يا عادل بيه. سلام. ازيك يا منال؟ بخير. بيها ابن عمتك. لو قعدنا نعد الحقوق هتطلع مديون لي بحاجات كتيرة قوي، فبلاش أحسن. وفي مبرر للخيانة يا بنت الأستاذ حسن، اللي طول عمره بيتظاهر بالفضيلة والأخلاق والتربية الحسنة. اوعى تجيب سيرة خالك على لسانك واتكلم معايا بأدب. عملتي كده ليه يا ست البنات؟ دي تربية الأخلاق والأدب. لما تقولي ليه كنت السبب في قتل أخويا؟ ليه أنا عليك شاب زي الورد اتربيت معاه؟ كان بينكوا قرابة وصلة رحم. كان بينك وبين أخته قصة حب. تمنيت إنها تكون مراتك وأم عيالك. كنت بتقول إنك بتحبها. لما تبصلي كده وتجيب عين قوية وتبصلي زي الرجالة وتديني سبب واحد مقنع للعمل الجهادي العظيم اللي انت عملته، ساعتها هبص في وشك واقول لك انا ليه عملت كده. ما حصلش. يعني انا لو حلفت لك دلوقتي وقلت لك انا ماليش علاقة بقتل عصام هتصدقيني؟ طبعا لا. استعبطوكي. استعبطوكي وصدقتي. أنا قلت منال دي أقلها يوزن بلد. مش ورق ولا أدلة ولا عقل. ده اللي صدق يا ابن عمتي. ده اللي شاف وحس. أنا الوحيدة اللي في الدنيا دي بعرف إمتى بتبقى صادق وإمتى بتبقى كذاب. من وإحنا عيال صغيرة. من لما كنا بنلعب في عمارة السيدة. كنت بتزعق وبتجري لما بتكذب. حفظك. بس المرة دي اللعبة ما استحملتهاش. اللعبة كان فيها روح أخويا. اللعبة كبرتني قبل الأوان. كنت بقول مش ممكن. مش ممكن رمزي يعمل كده. مش ممكن. مش ممكن. بس انت عملت وهان عليك ومفيش اي حاجة تشفع لك اللي انت عملته ده. حتى لو طلعت برا يا رمزي، حتى لو جبتلي ادلة الدنيا مش هصدق، لان قلبي حس وشاف انك قاتل. معذور. في زمن الفتنة ليكي ألف عذر. أنا ماشية. مش هقدر أشوفك أكتر من كده. الكلام والحب اللي كان هناك ده كذب. انت اكتر واحد حبيته في حياتي. واكتر واحد كرهته في حياتي. بس أنا الحق علي، كان لازم أعرف أنقي الناس اللي تساعدني أكثر. متسرعة أوي أنت يا بطل. قاتل الله والاندفاع.
شوية صبر، شوية تراوي، مفيش داعي للظن. على العموم عبد الله في ايدينا دلوقتي وفي مكان امن، وان شاء الله ترجعي بيتكم في الاردن تاخديه في حضنك. عن جد صدقت؟ ابوس رجليك وايديك. العفو العفو العفو، ده شكر على واجب، ده واجبي. انا بس ليا طلب واحد عند حضرتك لو ممكن يعني. اللي تريده من عيون الثنتين. بعد ايه بقى؟ بعد ما قلت لي خدعتيني ده كلام برضه. معلش انا مقدر مشاعرك. الطلب اللي انا طالبه هو انك انت تمسكي عبد الله كده تظبطي تعديلي دماغه، تفهميه الصح من الغلط، الحق من الباطل، يعني الخبره العظيمه اللي حضرتك مريتي بيها دي عايزين نستفيد بيها انها تطلع شاب ناجح نفتخر بيه كلنا، هو ابننا برضه. اكيد عادل بيك، كتر خيرك. طيب في بقى موضوع تاني. رمزي دلوقتي في ايدينا، مش عارف كنت بفكر يعني لو تقابليه، ايه رايك؟ لا يا عادل بيك، انا بفضل هو يفكر انه انا ميته عشان يعيش بالذنب طول عمره انه قتلني. مش سهله خالص انت يا ابو عبد الله. لا معلش لحظه معلش. ايوه يا فندم، اوامر. عندي يا فندم بس مش في المكتب، شايله في مكان امين. اه طبعا 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 تحت امر السيد. اوامر يا فندم، اوامر. مع الف سلامه. غدا 25 من يناير، وغدا هو عيد الشرطة وصفحة مجيدة من تاريخ الشرطة الوطني، لكن هذه الصفحة أمامها صفحات على الفيسبوك تدعو الناس للخروج من أجل تجاوزات رصدوها، فما هو القادم؟ هل تكون مجرد صفحات للفضفضة أم أن الأمر جد خطير؟ دعونا ننتظر. أما موضوع الحلقة فبعد الفاصل، انتظرونا. عايز حاجة علي؟ عادل انت عارف ان بكرة فيه دعوة لقفة احتجاجية ضدكم؟ اه عارف طبعا، انت عارف طبعا من اللي قدامك ده. فيسبوك مقلوب. انت لو تنزل؟ مش عارف، ممكن اه. ليه؟ عادي يعني، شوف بعناية. وحشتني يا راجل يا طيب. كتر خيرك. طبعا انت ما كنتش تعرف ان هم بعتوا منال علشان يجيبوني، والا كنت قلت لها عيب وما يصحش تسافري من غير اذن ولي الامر. حتى كان صاحبك وحبيبك. سيبك من انه ابن خالك او اخو منال، عصام كان صاحبك يا رمزي. ياه، انتوا تعمل لكم غسيل مخ جامد قوي. معلش معلش، انا السبب، حقك عليا. لما كنت قريبك ما كانش عادل بيه غسل لك مخك انت كمان. ربك هو العالم وهو القاضي العادل. يلا زيارة. قول لي قال لك ايه علشان تقولهولي؟ عادل بيه طبعا، انتوا خلاص بقيتوا بتمشوا وانتوا نايمين وبتسمعوا اللي حافظينه. اتفضل تحت امرك. عرض فوق الخيال يا ابن اختي، فوق الخيال. بص يا رمزي، حتى لو كنت انت ورا قتل عصام ابني الوحيد، أنا جاي أعرض عليك إني أسامحك. ياه، تسامحني؟ اللي بينك وبين القانون ده ما يخصنيش، هما يحاسبوك عليه مش أنا. لكن اللي بيني وبينك أنا مستعد أسامحك فيه، بس بشرط إنك تتوب وتقول أنا غلطان وندمان. دي مش طبطبة يا خال، ولا حنية قلب ولا تساهل، ده شرع، قانون سماوي، وربنا هداني علشان أطبقه. ده كبر وغرور يا رمزي،
كبر وغرور يا ابني مش دين. خليك رحيم بنفسك. أنا لا خالفت ولا غلطت. من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. ومن قتلها بالحق. حق؟ أي حق ده اللي يخليك تقتل المسلمين؟ احنا هنقعد بقى نتجادل للصبح ومش هنوصل لأي حاجة. انت هتقول مسلمين وانا هقولك مش مسلمين. في الآخر لكم دينكم ولا دين. ومين اللي خلاه دينين يا رمزي؟ واحنا كفار قريش؟ اعقل واصحى صحي قلبك. قول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. أهو بتكفرني وعايز نتوب. إيه الفرق بقى؟ حاشا لله، أنا مين عشان أكفرك؟ التوبة للعاصي برضو. أنا بس بفتح لك باب. تعرف إيه مشكلتك يا علي؟ مشكلتك حبيبي إنك بتدور على بطولة، على مغامرة تحقق بيها حاجة. دي مش مشكلتك بس، مشكلة ناس كتير قوي زيك. جواك طاقة وطلعت في وقت مش قادر تحقق في حاجة، فتبيع بيتك بقى، تنسلخ من جلدك، تنقلها من جذورك، أي حاجة تحقق بيها نفسك اللي أنت مش لاقيها. علي عشان خاطر ما تنزلش. مفيش خطوة خطيتها ولا حرف نطقته إلا بدليل وسند. تزين من الشيطان يا ابني. الدين أبسط وأحن. مين موت الدين وضيعه؟ كلام اللي زيك يا أستاذ حسن. الدين سهل، الدين حنين، ربنا غفور رحيم، ربنا هيغفر الناس جميعا. مش هي دي عقيدتك اللي سهلت للناس كل حاجة لغاية لما الدين نفسه ما بقاش موجود؟ عارف يا خيل، أخطر ناس على الدين هما اللي زي حضرتك، عشان ضيعتوا القوة من الدين، موتوا علينا ديننا بضعفكم يا أستاذ التاريخ. ماشي يا عم، ربك يسامحنا على ضعفنا وحنية قلبنا الزيادة، مع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما خير صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا واختار أيسرهما. لكن ماشي، إحنا ناس طرية وضيعنا الدين. أنت بقى يا رمزي بالشدة عملت إيه؟ حببت الناس في الإسلام؟ والله ما حد أساء إليه قدك وقد اللي زيك. ما هو لو كان خالك من أول مرة سمعك فيها بتفسر القرآن غلط أو بتفسر حديث على هواك لطشك بالألم، ما كنتش هتبقى قاعد قدامه كده والضلال مليك. لسه ملحوقة يا ابن أختي. أيوة أيوة أيوة. اهلا يا استاذ احمد. طب ممكن استاذ احمد يتفضل؟ ما قلنا له قبل كده اتفضل وهو اللي خرج لوحده. والمكان اللي الناس بتقول لي فيه حد يتفضل وهو اللي بيخرج ما ينفعش يدخله تاني. حقك، بس انا المره دي جاي عشمان، وبصراحه أنا جاي اعتذر. مش انا قلت لك انك مسيرك تيجي تعتذر وهتيجي ما تلاقينيش؟ قلت ولا ما قلتش؟ قلتي بس زي ما قلتلك، أنا جاي عشمان إن الكلام اللي بتقوليه ده يتغير. نبقى إن شاء الله اللي هيخليه يتغير. علشان قلبك الحلو. كذاب. اللي بيحب عمره ما بيشك ولا بيكره، كذاب. والله يا منال مش كذاب. وبعدين فين قلبك اللي بيسامح؟ آه أسامح، ما عنديش مشكلة.
بس مش في الحاجات اللي تجرح يا احمد يا استاذ احمد. غلط. القلب الحلو اللي بيسامح بيسامح في كل حاجه. دي بقى ان شاء الله علشان بحبك. ازغرت ايه بحبك دي؟ هو انت تعمل اللي بتعمله وبعدين تيجي تقول لي بحبك والمفروض ايه انسى؟ اه علشان بحبك. انت عبيط يا ابني. الله 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 يا عبيط دي. على العموم فوتها لك بس المره دي علشان بحبك. ولا اطلع لامك، انت جيت في الشقه دي غلط. الله، انا ولا جاي غلط ولا حاجه، انا جاي اقول لك ان انا بحبك. يا بابا يا ريم تعالوا شوفوا السقيل ده. والله انت بتهدديني يعني؟ يا ريم يا حسن، في واحد سائل هنا عايز يتجوز بنتكم. والله ادخل جوه واقفل الباب في وشك. بقول لك ايه يا منال، والله بحبك. ايه يا عم بابا، تعالى شوف الاستاذ ده. ايه يا ابني، ما في كده ليه زي الحراميه؟ الاستاذ كان جاي لمامته بس واضح ان هو غلط في العنوان. لا انا ما غلطتش، انا بحبك. ايه بحبك دي؟ عبيط؟ ايه يا عم حسن، عبيط عبيط في ايه يا جماعه؟ مين اللي عبيط؟ ايه يا ابني انت جننت ولا ايه؟ عمالين يهزقوا فيك وانت عمال تتذلل لهم، هو في ايه؟ ليه يا ماما يهزقوني انت كمان؟ بعد كده من حقهم ان انا اتذلل لهم شويه، انا غلطت في حقهم، انا بحبها. تصدق بجد انت عبيط بجد؟ ايه يا ماما؟ بقول ايه؟ ندخل جوه بدل الفضايح؟ والله قلت كده يا عم حسن. لا لو سمحت يا بابا مش كلنا. الله، كلنا هندخل. يلا يا ابني قدامي، ده بيتك وبيت امك وبيت جوز امك. افتح الباب. هتستراح دلوقتي. وماله؟ رمزي، مفيش حاجة عايز تقولها؟ دلوقتي؟ لا. أمال إمتى؟ كله بأمانه. البرنامج ممتد ولن يكون هناك راحة اليوم. أنا سعيد جداً. أيوة أنا طارق كساب، سعيد ومبسوط قوي لأني أخيراً بقى في حرية ونقدر نتكلم براحتنا، حتى اللغة العربية الفصحى سأتخلى عنها الليلة. أنا مبسوط لأن أنا أكتر حد عانى من العهد البائد، سبت مصر على عيني وسافرت قناة الصحراء عشان أهرب، هربت من الفساد والمحسوبية، ولما رجعت بلدي ورغم إن القناة اللي اشتغلت فيها كانت قطاع خاص حربوني وعارفين وشفتوا لما وقفوا البرنامج البرنامج الناجح المتشاف أسبوعين عشان يمنعوني إني أقول الحقيقة، وصلوا لبيتي وسلطوا طليقتي ولم يتركوا فعلا مشينا واحدا الا وفعلوه للاسف. فانا فرحان بشكل شخصي، فرحان ان انا طارق كساب ابن المناضل السويسي العظيم الراحل الحاج كساب، واللي زي ما هو دفع الضريبه وتهجر وفقد كل شيء من اجل مصر، برضه ابنه تحارب وطلع عين أمه عشان مصر. بس النهاردة أنا فرحان، أنا طارق كساب مبسوط زيكم كلكم. ابقوا معنا. على بيتك على طول، على بيتك. سنتجاور ثم نتفق على ما نفعله. إذا اتصلتم بنا بعد ساعة من الآن نقول لكم ماذا فعل. يشرفني اليوم القيادة الأمنية السابقة والخبير الأمني السيد عادل نصار. أهلا بكم. أهلا بك يا أستاذ طارق، وأهلا بالسادة المشاهدين. كما يشرفني اليوم القيادي الإسلامي البارز وصاحب الرحلة الشهيرة
من القاهرة إلى كابول الشيخ رمزي عبد الستار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا أستاذ عادل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل شيخ رمزي، هل تنوون الترشح في الانتخابات القادمة؟ طبعا ده أكيد حقنا. حقكم إزاي بس يا شيخ رمزي؟ ده حضرتك شخصيا هربان من السجن. ده في الملفات القديمة بتاعتكم يا سيادة العميد السابق، لكن احنا دلوقتي في عصر جديد، عصر الديمقراطية. الديمقراطية؟ أرجوك يا شيخ رمزي، احنا على الهوى، فاحتراما حتى للسادة المشاهدين ما تخلينيش أقول كلام يزعلني من نفسي انا شخصيا. اكثر ما هيزعل اي سيد عادل. بعد الفاصل، بعد الفاصل اعزائي المشاهدين نستكمل حلقتنا وسؤالنا، وهو سؤال الوطن في عصر الديمقراطيه. ابقوا معنا بعد الفاصل.